والله منيحة، غير محلي شو الوضع؟ لا كويس، الإضاءة عندي أقوى من عندك. خيو هذا نورك ما بنحسن إن احنا نعمل كل مرة مش كهيك، الله يعني يحفظك سيدي، تقعنا بورطة مع الفلسطين. الله يبارك فيك سيدي. يلا سيدي، خليني شوف إذا في طريقة أضبط إضاءة غير بس. لا أنا مضبط حالي، أنت ما أنك مضبط حالك. هيك ظبط الوضع على نفس الفهم. هيك أحسن سيدي، هيك أحسن يا رب. نبدأ، توكل. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلتنا الهندسية انجينير سوق، ولقائنا اليوم مع المهندس أنس الأخرس القائم معنا أيضا على هذه المنصة الهندسية الثقافية. واليوم راح يقدمنا المهندس أنس عن structure reinforced by reinforcement by carbon fiber. طبعا هو loves carbon fiber وليس fiber carbon مثل ما احنا حاطين بالإعلان، لكن لا الإعلان بس للتنويه. الله يبارك فيكم. المهندس أنس راح يقدمنا محاضرتين الحقيقة عن الكربون فايبر. باللقاء الأول اللي هو اليوم إذا الله راد هيتحدث عن مقدمة عن الكربون فايبر أو الـ FRP، هو الفايبر رينفورسمنت بوليمر، تطبيقاته، ويحكي قليلا عن مبادئ التصميم. واللقاء الثاني راح يكمل إن شاء الله عن مبادئ تصميم الكربون فايبر. المهندس أنس الحقيقة هو خبرة كبيرة في هذا المجال، لأنه عمل مع كبرى الشركات العالمية بمجال التدعيم للمنشآت. أيضا هو حاليا يعمل بشركة كبيرة من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، عاملة بمجال Building Restoration، إعادة تأهيل الأبنية اللي بتدخل أيضا من ضمن تجديد وتدعيم الأبنية. مهندس أنس خريج جامعة دمشق 2004، معه ماستر سيفل انجينيرينج من جامعة سان خوسيه، وهو عضو لجنتي الكود الأمريكي ACI 423 و ACI 440. عمل مدرس مساعد في جامعة سان خوسيه، معه شهادات في إدارة المشاريع ومخاطر المشاريع، وهو مهندس معتمد بالولايات المتحدة وبروفيشنال انجينير، ومعه ماستر انجينير مثل ما ذكرنا. مهندس أنس تفضل سيدي. الله يبارك فيك ويجزيك الخير على المقدمة. رح نعمل شير للسكرين، شير ساوند سيدي. عبد الحكيم، واضحة الشاشة؟ ايه واضحة، معك الشاشة عندك. طيب تمام. السلام عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم هي محاضرة أولى من سلسلة محاضرتين عن الكربون فايبر واستخدامات الكربون فايبر في المنشآت. كما ذكر مهندس عبد الحكيم، أنا صار لي من 2004 تقريبا عم بشتغل مشاريع الترميم والتدعيم ابتداء من سوريا لدبي لأمريكا. حاليا شغال في مجال تدعيم وترميم المنشآت التاريخية في العاصمة واشنطن دي سي في أمريكا. أنا عضو أيضا في لجنة الـ ACI 440 اللي هو الجايد للكربون فايبر او الفايبر رينفورسد بوليمر،
وعضو في لجنة ACI 423 والACI 546 اللي هي الخاصة بالRepair of Structures. محاضرة اليوم رح نحكي فيها على المواضيع اللي هي موجودة بالأزرق الغامق اللي هي تعريف بالكربون فايبر، تطبيقاته، مكونات الكربون فايبر، السوق العالمي للكربون فايبر، سبب استخدام الكربون فايبر، مين هن المانيفاكتشرز المشهورين بتصنيع هالمادة، كيفية تركيب الكربون فايبر، واستخدامات الكربون فايبر لأعمال التدعيم اللي هي التوبيك الأساسية اللي مهتمين فيها. المحاضرة الثانية اللي حتكون إن شاء الله بعد 3 أسابيع من اليوم رح نكمل فيها بالديزاين بروفيجنز للكربون فايبر والسوفت وير الموجودة بالسوق اللي ممكن نستخدمها بالديزاين تبعنا، إضافة إلى تطبيقات عملية على كيفية رسم مخططات الكربون فايبر وما يجب أن ننتبه إليه، الكواليتي كنترول والكواليتي أشورانس والفحوصات المخبرية والحقلية في المكان للكربون فايبر. نبلش بتعريف الكربون فايبر. الكربون فايبر أو الفايبر رينفورس بوليمير عفواً هو عبارة عن مادة كومبوزيت. كومبوزيت يعني تتألف من شغلتين، الفايبر نفسه اللي هو هذا الأسود والبوليمير اللي هو الأصفر. لما ندمج المادتين مع بعضهم بيطلع عنا شيء اسمه فايبر رينفورس بوليمير اللي هو هذا اسمه الكومبوزيت فايبر رينفورس بوليمير، فهو البوليمير المقوى بألياف الكربون. ألياف الكربون لما منجيبها المانيفاكتشرر بيجيبها بالطريق بالشكل هذا أو بيكون رولز. هذا الرول عبارة عن ألياف كربون صافية ما فيها شيء، بضيف عليها الريزن أو الإيبوكسي وبيطلع عنا شيء اسمه ماتريكس. شايفين ألياف الكربون هون مع الإيبوكسي موجودة بيناتهم. نتيجة العمل هاد بيطلع عنا كومبوزيت كومبوننت اللي هو هذا الشكل. طبعاً هذا الرول من الكربون فايبر. لاحظين في الألياف الكربون العاملة هي الألياف الاتجاه هاد. هدول الألياف نفسها هي بعد ما نحطها مع البوليمر بتصير هذا شكلها مدعمة وبتكون بهذا الاتجاه. لما بتكون بهذا الاتجاه هذا يعني هذا هو الاتجاه عمل الليف على الشد. طبعا ما حنفوت بالمعادلات هي، ولكن لحتى ناخذ فكرة على كيف نحسب المودلس اوف الاستيسيتي تبع الكومبوزيت، الموضوع يتبع الى حجم الكربون فايبر، حجم الفايبر بالكومبوزيت زائد حجم الماتريكس أو الريزن فيها. فإذا منزيد وزن الفايبر بالخلطة تبعنا أو بالمكون بيتغير معنا الكومبوزيت. طبعا ليش هذا موضوع مهم؟ الكربون فايبر كماتيريال قوية جدا وتتحمل قوة شد تصل إلى 3000 و4000 ميجا باسكال كأجهاد شد. لما نضيف عليها الريزن بيساعد الكربون فايبر انه يتشكل ويكون متلاصق مع بعضه، ولكن المكون النهائي بيطلع مادة اضعف من الفايبر وحده، وهي الشغلة اللي ننتبه عليها. طبعا اللي حابب يشوف الكربون فايبر هي عينة، لاحظ فيها الكربون الألياف اللي بتطلع من آخر العينة. هذا هو الشكل الألياف الطولية. طبعا هي العينة لاحظين فيها في ألياف طولية هون طالع منها وفي ألياف عرضية، وهذا اسمه باي دايركشنال كربون فايبر، رح نحكي عليه بعد شوي أكثر. الابليكيشنز الكربون فايبر. برج الساعة في مكة، هل تعلم أن عقارب الساعة مصنوعة من الكربون فايبر؟ وفي كمان
كومبوزيت ستراكشر باخر البرج، داخل فيه الكربون فايبر والفايبر جلاس، حتكون من الكيس ستدي راح نحكي عليها ان شاء الله في الاسبوع في المحاضره القادمه. التطبيق الثاني كربون فايبر في الدراجات، دراجات الهوائيه الموضه الجديده، استخدام الكربون فايبر نتيجه انه الكربون فايبر خفيف ومقاومته عالية أكبر من الحديد، فما عاد في داعي تستخدم حديد وزنه كبير، والمفضل هو الأوزان الخفيفة. السيارات، الشباب اللي بيحبوا السيارات والسيارات الفورمولا 1 وسيارات السباق، خاصة الشباب الموجودين بألمانيا اللي عندهم أوتوسترادات Unlimited Speed، أغلبية سيارات السباق مصنع البودي تبعها من الكربون فايبر، وهذه عينة من سيارة بوغاتي لسعرها مليون ونص $1.5 million. طبعاً اللي بلش باستخدام الكربون فايبر إن الطليان وإن جماعة فيراري، وبعدها انتشر لليابان ثم الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع 2000. طيارات، طيارة إيرباص A350 52% منها مصنعة من الكربون فايبر. الإيرباص A380 جزء كبير من المكونات تبعها مصنع من الكربون فايبر، وحنشرح هون شوي ليش. لما أنت بتجيب ماتيريال وزنها خفيف مثل الكربون فايبر، الطيارة وزنها بيقل، وبالتالي أنت ما بيلزمك محرك كبير حتى يشيل وزن، حتى يشيل الطيارة، لأنه كل ما بيقل الوزن كل ما بيخف المتطلبات للمحرك. لما بيخف وزن المحرك أو قوة المحرك، بيقل عندك الوقود اللازم لتشغيل الطيارة. لما بيقل عندك الوقود اللازم لتشغيل الطيارة والمحرك نزل وزنه والطيارة كلها وزنها صار أخف، أنت اللي عملته هون أنك أسهمت في التقليل من الستركشرال ممبرز لحتى تشيل الهيكل تبع الطيارة، وبالتالي أنت بهالحركة هي اللي عملتها من خلال استخدام مادة خفيفة ولكن قوية، زدت اللود كاباسيتي تبع الطيارة، ومشان هيك الطيارة A380 طيارة طابقين. إذا حدا طلع رحلات طويلة من أمريكا لدبي، الـ A380 بتلاقي فيها الطابق اللي فوق وطابق البزنس والفيرست كلاس، والطابق التحتاني هو الكوميرشال. تطبيقات أخرى للكربون فايبر، تطبيقات أخرى للفايبر رينفورس بوليمر هو الفايبر جلاس. الفايبر جلاس هاد مستخدم بالبايبس بشكل كبير لأنه خفيف ومن السهل تركيبه، ومستخدم أيضا في التانكس نتيجة نفس السبب. التطبيق المشهور والمهتمين فيه أغلبية المهندسين الإنشائيين هو تطبيقات الكربون فايبر بأعمال التدعيم الإنشائي. لاحظ هون الكربون فايبر تم استخدامه لكثير من المشاكل اللي بتجينا. أغلبية السلايدات اللي عم تشوفوه على فكرة المصدر تبعه هو شركة سيكا، وحب نتشكرهم على توفيرهم للمادة العلمية. لاحظ هون الكربون فايبر تم استخدامه لتقوية فتحة، تم استخدامه لتدعيم الجسور، تدعيم وتقوية الأعمدة، تقوية فتحة في الجدار وهكذا، وتدعيم البلاطة. هنحكي عليها إن شاء الله بشكل مفصل بعدين. طيب، الكربون فايبر كمادة، شو أشكال الفايبر والتشكيلات ألياف الكربون فيها؟ الشكل الأول اللي هو اسمه شيء اسمه unidirectional. unidirectional إنه كل الألياف المتوازية بتكون باتجاه واحد، وبالتالي أنت لما بدك تطبق كربون فايبر عندك بالمنشأ بدك تشوف اتجاه الشد وتحط الألياف موازية لاتجاه الشد. التطبيق الثاني اللي هو البايدايركشنال اللي هو هذا، لاحظ الألياف هون جاي
بالاتجاه هاد وبالاتجاه الثاني عمود عليك. وهي بتخدمك إذا أنت عندك عمود مثلاً معرض لقوى محورية حوالين المركز وعزوم، هاي بتساعدك بالتشكيل هذا. أو أوقات بيكون عندك أبليكيشن لعزم بالاتجاهين. المواد الأخرى غير الكربون فايبر اللي هي موجودة بالسوق أشهرها هو الفايبر الجلاس فايبر GFRP Glass Fiber Reinforced Polymer، وهذا هو المستخدم بكثرة عالميا نتيجة أنه خفة وزنه. والنوع الآخر هو البازلت فايبر اللي هو BFRP. الشكل الثالث أو الشكل الثاني من الكربون فايبر الـ FRP Rods. طبعاً الـ Rods هي عبارة عن قضبان حديد أو قضبان تشبه قضبان الحديد، ولكن تمتاز بخفة وزنها وتمتاز بالدورابيليتي. أشهرها موجود حالياً بالسوق هو الـ Glass Fiber Reinforced Polymer، هي الـ Rods مصنعة من Glass Fiber. الكربون فايبر رود اللي هو هاد المستخدم ايضا في الجسور. دقيقة بس. وقفنا ساعة الأذان، معتذر. الكربون فايبر يستخدم أيضا في الجسور كرينفورسمنت عادية مثله مثل الفايبر جلاس، ولكن في اشتراطات ومحاذير من استخدامه في الجسور. إن شاء الله رح يكون في محاضرة، ليست محاضرة الجزء الثاني من هي، حتكون في محاضرة بالمستقبل حكون فيه أنا والدكتور إيليا حنين، ونحاول إن شاء الله نجيب حدا من المصنعين لهالمادة حتى نحكي بالموضوع. هناك أيضاً البازلت رود، وهناك أيضاً ما أتذكر اسمه، أتذكر اسمه هلا ما يمشي، الأرميد رود. الأرميد رود طبعاً هدول هن الرود المصنعة من الألياف البوليمر، ولكن إحنا ما رح نستخدمهم كرينفورسمنت عادية جوا البلاطات أو جوا البريدج ديك. تطبيقهم الأساسي رح يكون في التدعيم، وحطيت الصورة هلا هي وحنحكي عليها بعدين. الهدف منها لورجيكم إنه الرود الفايبر رينفورس رود إن كان كربون فايبر أو إن كان جلاس فايبر رح ينحفر له في طبقة الكفر للعنصر الإنشائي، راح نحط كعنصر خارجي وليس داخلي. يعني هذا هو الرينفورسمنت العادية وهذا هو الكربون فايبر. هذا هو الابليكيشن اللي حنحكي عليه هلا، ما راح نحكي عن موضوع استخدام الكربون رود كرينفورسمنت عادية جوا السلابات. طيب شو الماتيريال بروبرتيز للكربون فايبر والجلاس فايبر وليش بنستخدمها؟ لاحظ انه الحديد العادي السترين تبعه لحتى توصل لليلدينج قليل مقارنه مع الكربون فايبر وجلاس فايبر، ولكن الحديد عنده ميزه انه البلاتو هي اللي هو البلاستيسيتي بلاتو اللي بتعطيك مطاوعه اطول وموجودة، ولكن الكربون فايبر والجلاس فايبر غير موجودة. صح المودلس اوف الاستيسيتي تبعه اعلى، شوف الزاوية هون اكبر، وصح الكربون فايبر كماتيريال قوية، ولكن المحاذير وسبب وضع الكود العديد من عوامل التخفيض للكربون فايبر، سببها احدها ان الكربون فايبر ما بتعطيك warning قبل ما تنهار،
يعني بتضل بتشد فيها لحد ما توصل لمرحلة قطعت فجأة، ما بتمد معك مثل الحديد وتصير فيها استطالة. طيب شو أوزان الكربون فايبر والجلاس فايبر والأراميد فايبر مقارنة مع الحديد؟ الوزن الحجمي للحديد حوالي 7900، الكربون فايبر وزنه الحجمي بين 1500 ل 1600. فلاحظ أنه وزن الكربون فايبر قريب 20 أو 25% من وزن الحديد. الجلاس فايبر أوزن شوي، الأراميد أخف وزنا. أشكال الساتوريشن للكربون فايبر. الكربون فايبر كماتيريال أو الـ FRP كماتيريال تيجي الساتوريشن تبعه بنوعين. النوع الأول أنه الكربون فايبر بالمعمل يتم وضع طبعاً كربون فايبر بوليمر جاهز، الرول الجاهز مو الألياف الكربون لوحده، الرول بيحطوا عليه ريزن بالمعمل ويتم كبسه وضغطه حتى تشكل شيء اسمه بليتس أو لامينيتس، وهي اسمها بري ساتوريتد. تيجي مثل صفائح سماكتها 1.2 ميلي وعرضها بين 10 و 15 سنتي. هاي الصفائح هاي اسمها بري ساتوريتد لأنه جاهزة الريزن عليها، يعني ما تروح تركبها بالموقع ما في داعي تحط ريزن فوقها لحتى تمسك. وبتيجي رولز قابلة للطي 50 متر أو 100 متر حسب المصنع. النوع الثاني طبعا هذا البري ساتوريشن مثل ما حكينا الدايمنشنز تبعه، هاي ماتيريال داتا شيت من سيكا. لاحظ بيعطيك السيكا كاربودور اس بيعطيك هذا الرقم، ال 10-12 هو المشهور في الخليج، ال 10-12 العرض يعني 10 سنتي و12 يعني السماكة 1.2 ميلي. بيعطيك الفايبر فوليوم كونتنت اللي حكينا عليه، نسبة حجم الكربون فايبر إلى حجم الكومبوزيت الكامل، طبعا أكبر من 60%. بيعطيك هون اللامينيت تنسايل سترينث، وهون بدي أوقف شوي عند هاي الأرقام لأنه المهندسين ما بينتبهوا على الأرقام هاي بشكل دقيق. لاحظ هون أعطاك التنسايل سترينث اللامينيت اللي هي البليت، تنسايل سترينث حطت لك 3100. في بعض المهندسين بيفترضوا 3100 هي اليلد سترينث أو هي الألتيميت تنسايل سترينث للكومبوزيت، وبروحوا بدخلوه بيضربوا يعتبروها هي FU، بيضربوها بالأريا أوف كاربون فايبر اللي هي 120 مليمتر مربع، بيطلع معهم قوة الكربون فايبر. هذا خطأ كبير ولا يجب استخدامه بالطريقة هاي. الكربون فايبر بروبرتيز ما بتجيبها من ماتيريال داتا شيت إلا إذا كتب عليها ديزاين بروبرتيز. الشغلة الثانية اللي لازم ننبه عليها كمان، إذا منلاحظ هون إذا ملاحظ بطرف التنسايل سترينث ملاحظ كاتب لك شيء اسمه EN 2561. هذا هو الكود اللي تم وضع الماتيريال داتا شيت هاي بناء عليه، وهذا موضوع مهم جدا. لا يجوز الخلط باستخدام الكود عكس الداتا شيت. طيب شلون يعني؟ يعني اذا كاتب لك EN 2561 معناتها هي حسب المواصفات الاوروبيه. المواصفات الاوروبيه تختلف عن المواصفات الامريكيه، وبالتالي انت ما فيك تروح تستخدم هي الداتا شيت مثل ما هي حسب كود وتاخذها تدخلها بكود ACI 440. تمام؟ فهي ملاحظة اللي حبيت نبه عليها.
بدك تنتبه شو الكود، تنتبه على موضوع البروبرتيز الموجودة. طبعا مودلس اوف الاستيستي هو 165,000 وعطينك الانجيشن ات بريك هي 1.8. الشغلة كمان لازم انتبه عليها هي هي اللي هو الجلاس ترانزيشن تمبرتشر. الايبوكسي بيتحمل درجات حرارة معينة، بعد درجة حرارة معينة ببلش يصير ليكويد بيفصل، فلازم تنتبه على الجلاس ترانزيشن تمبرتشر اللي موجودة بالداتا شيت. هذا فيديو من سيكا عم يشرح لك أكثر عن موضوع الكاربودور، إن شاء الله يزبط الصوت يطلع واضح. Sika Carbodur is a carbon fiber reinforced polymer used to allow concrete beams and floors to carry much higher loads. To show how much extra strength Carbodur can add, we set up a simple demonstration in the Sika warehouse. We took two concrete beams, identical in size, about 2 meters long, and in thickness, about 5 centimeters by 5. طبعا شوية شرح عن التجربة هاي. جماعة سيكا جابوا two beams, concrete beams, واحد من غير carbon fiber وواحد مع carbon fiber، عملوا عليه التست. 5 centimeters. The only difference between them was that one had been reinforced with a Sika Carbodur strip. We placed the unreinforced beam on some concrete pavers, and then asked for a volunteer from the Sika warehouse to see how much weight it could support. Up stepped Peter. And that was the end of it. No surprises there. But then we took the beam that had been reinforced with the Sika Carbodur strip and placed that up on the same supports. On went Peter again. And then Tony. And then Dave. And then Steve. And then Pete. And then Duncan. And then Mike. Amazing. That's a combined weight of over 600 kilograms. So a concrete beam, which couldn't even support one person, can now support all these people, no problem, just by adding a single strip of Sika Carbodur. Sika Carbodur makes it easy to strengthen concrete beams and floors to meet new design loadings or take heavier loading. It's cost effective, unobtrusive because it's so thin, and because it can be installed so quickly, disruption is minimal. Carbodur, another smart, innovative strengthening solution from Sika. فهذا هو الشرح على استخدام الكاربودور بالتدعيم. لاحظ كيف كان البيم ما بيشيل غير وزن واحد، والسماط طلع عليه كان كسر. بعدين تم إضافة شريحة من السيكا كاربودور اللي هي 100 ب1.2، والبيم حمل وزن 600 كيلوغرام تقريبا. صوت واضح عبد الحكيم بفيديو، صابت القصة؟ لا تمام، الله بارك فيك. تمام، أول مرة بشبطهم. طيب. تسلم. طيب ممتاز. طيب نكمل بالبقية السلايدز الثانية. الشكل الثاني من الساتوريشن مو هو اللي بيصير بالمعمل وبتكون البليت جاهزة ساتوريتد. الشكل الثاني هو اللي بتعنوا بالموقع، بتجيب ألياف الكربون الفايبر رينفورسد بوليمر اللي تشكلت، وبتضيف عليها ريزن اللي هو مسال عليه سيكا دور 30 اللي هو احد الريزن موجود عن سيكا، وبتركبها بالموقع. هذا الالياف هي او الرولات هي الى اكثر من اسم في الصناعه المعروفه في السوق. اوقات بسموها رابس، اوقات بسموها شيتس، اوقات بسموها تشو. طبعا هذا هو الالياف اللي حكيت لكم عليها، وهذا شكله. وهي بتيجي الرولات تقريبا 50 متر او 100 متر حسب
المصنع. طيب أخذنا ماتيريال داتا شيت لأحد المواد تبع سيكا، أحد الكاربون فايبر لسيكا، حنحكي عليها بشكل سريع عشان ننتبه على الخواص. أول شغلة ننتبه عليها هو موضوع الدراي فايبر دنسيتي، هذا هو وزن الكاربون فايبر بالمتر مكعب. طبعا كل ما بيزيد الدنسيتي تبع الكاربون فايبر كل ما بتكون المادة أقوى. الخاصية الثانية ننتبه عليها هي، لاحظ هون الثيكنس، الثيكنس تبع الماتيريال اللي كانت بري ساتوريتد كانت 1.2 ميلي، لاحظ الثيكنس تبع هي 0.13 ميلي تقريبا. فالشيت او التشو كسماكه قليله جدا مقارنه مع البليت، ولكن هي السماكه لما بتضيف عليها الريزن بتزيد، هنحكي عليها بعدين. الدراي فايبر تنسايل سترينث توصل ل 4000، هي تنسايل سترينث للكربون فايبر وليس الكومبوزيت. الدراي فايبر مودولس 230,000، مره ثانيه هي الدراي فايبر. انتبهوا على موضوع الدراي، الدراي معناتها ناشف من غير ما تضيف عليه ريزن وتلزقه بالموقع. الالونجيشن انت بريك 1.7 مية. لما بدك تيجي كمان تشوف الماتيريال بروبرتيز بدك تنتبه ايضا على الكود ASTM، معناتها هي الماتيريال شغاله حسب ASTM اللي هو المواصفات الامريكيه، وبالتالي يمكن استخدام الخواص هي مع الكودات الامريكيه مثل 440 و318. طيب اذا الموضوع اللي حكيت فيه قبل شوي شو هن الخواص اللي بدنا نستخدمها، لاحظ هذا اكستراكت من ماتيريال داتا شيت نفس الماده ولكن في بلد اخر. طبعا سيكا بيعملوا ماتيريال داتا شيت حسب المكان الجغرافي عم تستخدمه. في بلدان ثانيه ما بيهمهم موضوع الدراي دنسيتي، ما بيهمهم موضوع الدراي تنسايل سترينث وغيره، بدهم يفوتوا بالديزاين دغري. فهون الماتيريال مانيفاكتشرر حط لك على السريع للديزاين فاليوز، فلاحظ ال 2000 او 3000 ام بي اي اللي كانت ال هي مثلا هي 3450 ام بي اي الدراي تنسايل سترينث، لما بدك تستخدمها بمعادلات الكود الامريكي ما راح تاخذ 3450، راح تاخذ ال 801، وهي شغله يجب الانتباه عليها يا جماعه. ما تاخذوا دراي دنسيتي او دراي تنسايل سترينث الكربون فايبر، خذوا الديزاين فاليو المكتوبه بالداتا شيت. اذا مو مكتوبه الداتا ديزاين فاليو بالداتا شيت بدك تحكي مع المهندس المختص، ان كان ستراكشر انجينير او ان كان تكنيكال ديبارتمنت تبع المانيفاكتشرر، تقول له اعطيني الديزاين فاليو، وبدك تقول له شو الكود اللي انت شغال عليه، وهذا موضوع مهم جدا. وهي مقارنه من سيكا لخمس مواد عندهم شو هن اللامينيت بروبرتيز. لاحظ اخر وحده اللي هي الكاربودور اس اللي هي البري ساتوريتد، المودلس تنسايل مودلس 165,000 والالونجيشن 1.9 والنومينال ثيكنس 1.2. طبعا هي البروبرتيز ليس التي تستخدمها بالديزاين، بدك ترجع تعدل عليها شوي وتحط معادلات تخفيض تبع الكود. الاشكال السيكا الثانيه الراب، طبعا هون السيكا 103 من اسمه مقارنه مع 230، كل ما بيعلى الرقم كل ما وزن الكربون فايبر بالمتر مكعب بيزيد. ال 103 لاحظ المودلس تبعه 73,000 وال 230 نفس المودلس، ولكن اللي بيفرق معك عادة هو القساوة تبعه وهو اتجاه الكربون فايبر. طيب بسمع كثير مهندسين بيقولوا لي الكربون فايبر أقوى من الحديد 10 مرات، صحيح
الكربون فايبر لوحده هاد هيك كألياف أقوى من الحديد 10 مرات، ولكن الكربون فايبر لما بتعمله كومبوزيت بتعمله كربون فايبر رينفورس بوليمر، لما بتشكل القوة تبعه بتنزل من 3450 اللي شفناها هون ل 801. والسبب النزلة هي بكل بساطة انه الدراي كربون فايبر يختلف عن الكيورد او الويت لما بتطبقه بالموقع. وبالتالي اذا انت بتشوف مذكرة حسابية من اي مهندس او مانيفاكتشرر بيحكي لك انا حسبت قديش كميه الكربون فايبر، مساحه كربون فايبر المطلوبه بناء على المعادله هي، ومستخدم بالمقام تبع الالتيميت تنسايل سترينث على كربون فايبر، الا حبيبنا هاد لا تزعل مني، انت لا تفقه شيئا بالكربون فايبر، لا يجوز ان تستخدم الالتيميت تنسايل سترينث على كربون فايبر حتى تطلع لحسابات كربون فايبر، وهي المعادلة خاطئة ولا يجوز الاعتماد عليها. طبعا المنحني هذا جايبينه من شركة اسمها سترونج تاي، أحد الشركات الأمريكية المشهورة بتصنيع الكربون فايبر وعندها انجينيرينج تيم لدعم الموضوع هذا. طيب استهلاك السوق لكربون فايبر، أغلبية الفايبر رينفورس بوليمر المستخدم عالميا مستخدم بالأوتوموتيف، إن كانت سيارات أو طيارات، وبشكل أقل بالكونستراكشن بالإلكترونيك وبالديفنس. بالنسبة للـ FRP bars لاحظ أنه الاستهلاك العالمي عم يزيد نتيجة أنه صار في هلأ وعي أكثر عن المادة هي، وصار في تجارب أكثر عليها، وبالتالي تم أكثر استخدام للـ FRP bars بأمريكا هي بالهايويز والبريدجز، بشكل أقل البيلدينجز. الاستخدام الثاني هو بالمارين ستراكشرز، والاستخدام الثالث هو الووتر تريتمنت بلانز والMRR rooms. طبعا ليش مستخدمة الـ FRP bar؟ عنده ميزة مهمة جدا جدا أنه لا يتأثر بنفس بالملح وبالعوامل اللي بتأثر فيها الحديد العادي، ولكنه يتأثر بالأسيد والمواد الكيماوية الثانية، وبالتالي أنت مشاكل الكروجين اللي بتصير عندك بالمنشآت للحديد إذا كنت عم تشتغل بويت انفايرمنت في عندك رطوبة عالية وجنب المي الحديد راح يصدي، وحيصير عندك مشاكل كبيرة بالبيتون، وحيصير عندك سبونينج وديلامينيشن. عشان هيك يتم استخدام الفايبر رينفورس بوليمر بهذه المنشآت، لأنه ما حتشوف مشاكل كوروجن، أنه هي ما بتصدي بكل بساطة، وهي بتعطيك عمر طويل. طبعا إلى سلبيات تانية حنحكي عليها إن شاء الله بمحاضرات قادمة. بالنسبة للconsumption لأشكال الكربون فايبر اللي حكينا فيها، أكثر شيء مستخدم حالياً هو الجلاس فايبر، وهذا الشيء سببه بشكل أساسي أنه إلى استخدامات بالبايبس وإلى استخدامات بالتانكس، والدرجة الثانية بتيجي بعدها هو الكربون فايبر. طبعاً الكربون فايبر استخدامه أقل من الجلاس فايبر لسبب جوهري، أنه الجلاس فايبر أرخص بكثير من الكربون فايبر. طيب شو هن الميزات والمساوئ لاستخدام الفايبر رينفورس بوليمر؟ احد الميزات الاساسيه هو موضوع اللو استاتيك امباكت. لما انت تيجي تركب الكربون فايبر عم تساعد المعماري والام اي بي والزبون والمالك انك ما تغير له بشكل وابعاد وسماكات وارتفاعات الأماكن اللي عم تشتغل فيه. يعني إذا أنت عم تشتغل بكراسي سيارات وطلع بدك لساوين أو لآخر طلع بدك 5 سنتي زيادة من سماكة البلاطة، بدك تسمي 5 سنتي، معناته أنت حتضطر
كل الMEP والPipes والFire Lines والDucts الموجودة تحت البلاطة هاي إذا تضطر إنك تفكها تسمك بالبيتون تصب وترجع تركبها مرة ثانية. ونفس الشيء ينطبق إذا بدك تحط مقاطع ستيل، حتى لو تحط ستيل بليتس ما أنه من سهل إنك أنت تكون عندك أكسس وتحط شريحة كاملة من ستيل بليت تركبها على أطوال كبيرة. فالكربون فايبر بيساعدك كبير بموضوع تجنب إجراء تغييرات جوهرية بالمنشأة. السبب الثاني أو الميزة الثانية هو الهاي تنسايل سترينث اللي حكينا عليها، الإيزي إنستوليشن، عاملين ممكن يركبوا شريحة الكربون فايبر من أولها لآخرها، ما بدهم 10 عمال ليشيلوا الستيل بليت إذا كانت سميكة. وسبب الجوهر الرابع هو خفيف، وبالتالي أنت إذا عم تأخذ مبنى مثلاً 50 أو 60 طابق عم تعمل له structural upgrade، زادت الأحمال، تغيرت استخدام المبنى، رح تلاقي أنه نتيجة structural upgrade رح يلزمك تدعيم تكبير مقاطع 5 سنتي أو 10 سنتي، رح تكبر بالبيتون لستين طابق، هدول حيزيد وزن المنشأ، حيتغير معك البيهيفير، حيتغير مع قوة القص القاعدي نتيجة الأوزان الزايدة هي. بينما باستخدام الكربون فايبر وزن الكربون فايبر هو خفيف جدا، لا يقارن بالكونكريت ولا يقارن بالحديد. طبعا السلبيات على الكربون فايبر أو الفايبر رينفورس بوليمير، أهم واحدة هو موضوع البريتل بيهيفير، إنه ما عنده بلاتو أبدا، بتضل ماشي بالإلاستيك رينج لحد ما توصل لمرحلة تقطع. السلبية الثانية يتطلب كواليتي كنترول وكواليتي أشونس عالية بالموقع، هنحكي عليها لما بنحكي بالتنفيذ. السبب الثالث الهاي انيشال كوست، طبعا عم نحكي على موضوع انيشال كوست هاي. صح، انت هلا عم تحط كربون فايبر عم تدفع عليها ارقام كبيره لتركبها هلا، ولكن اذا بتقيس الكوست على مدى سنوات 5 سنين أو 10 سنين هتلاقي انه كربون فايبر ما في داعي انك تعمل له مينتيننس مثله مثل الحديد او العناصر الثانيه، وهتلاقي انه المصاري اللي دفعتها على الانيشال كوست هلا قليلة على اللونج تيرم، شورت تيرم كبيرة ولكن على اللونج تيرم قليلة. وهذا الشيء اللي حكينا عليه، تخيل انت عندك باركينج مثل هاد، عندك كل هدول البايبس موجودة فيه، بدك تيجي تدعم هذا الجسر تحط له مقاطع حديد او تكبر المقطع، بدك تضطر تفك اغلبية البايبس هي لحتى تعمل الحركة. بينما بالكربون فايبر بس بتلزق كربون فايبر وبتمشي. النقطة كمان المهمة بالكربون فايبر هو إنه هاي المادة صديقة للبيئة، وسبب صداقتها للبيئة لما أنت عم تشتغل مبنى عم تدعمه، أول شغلة كربون فايبر في جزء كبير منه جاي أصلاً من مواد مصنعة سابقة. الشغلة الثانية لما أنت عم تقلل من حاجة المبنى للحديد أو للكونكريت، أنت عم تقلل من استخدام المواد هاي، عم تقلل من انبعاث الكربون تبعها، عم تقلل من حاجتك لأنك تجيب هالمواد والإحضارات والترانسبورتيشن كوست. بنفس الوقت الدورابيليتي تبع المادة هاي بتساعدك أنك ما تعمل كتير مينتنانس، وما أنك تستخدم مواد تانية بعد سنوات تؤدي إلى إزاء البيئة. الريزيستنس للكوروجن ناحية مهمة جدا، بتخليها صديقة للبيئة، ما بصي عندك مشاكل كريبليسمنت كوس أنك تضطر ترجع تبدلها وتغيرها مثل الحديد. وبالتالي هي ريكوجنايزد من الليد مهندسين اللي هن عندهم خبرة بمجال الليد للجرين بيلدينجز، هي صديقة للبيئة ومفضلة من الليد وتاخذ عليها كمان نقاط.
واحد الأمس تبع هذا الموضوع هذا أو موضوع الـ FRP والـ Sustainability، هذا مشروع أخذ جائزة الميدل إيست أورد بالـ 2020 لأحسن مشروع تدعيم بمجاله بمجال الـ MEP. طبعاً السبب الرئيسي أنه أخذ أحسن مشروع تدعيم أنه تم استخدام الكربون فايبر من أوله لآخره، وبالتالي وفرت بشكل كبير على المالك أنه يضطر يغير كل الـ MEP وكل الـ services الموجودة بالمبنى. طبعاً هذا مشروع اللي موجود بعمان، بيعرفوا مشروع كليمانسو ميديكال سنتر، وأنا كنت المهندس المصمم الرئيسي تبعه بال 2015 و2016. طيب مين هن المصنعين للكربون فايبر المعروفين في مجال في دول الخليج؟ أشهر المصنعين حالياً والموردين للكربون فايبر هو جماعة سيكا، بيجي بعضهم مابي، بيجي بعضهم بي اس اف، وفي مصنعين تارين. طيب بأمريكا، أمريكا المصنعين الموجودين حالياً هن شركات كثيرة، أشهرها السترونج تاي، سم سترونج تاي، وشركة راينو، شركة فايف. شركة فايف من أوائل الشركات اللي اشتغلت بالكربون فايبر من التسعينات القرن الماضي. وفي شركة صينية اسمها هورس، كمان هي الشركة بتورد مواد كربون فايبر إن كان لدول الخليج وإن كان لأوروبا وأمريكا. تركيب الكربون فايبر، قبل ما نركب الكربون فايبر لازم نعمل شيء اسمه بري انستوليشن تشيك ليست، وهتكون بالسلايد بعده. بعد ما نتأكد إنه التشيك ليست شغالة وجاهزة، البروسيجر اللي بعده انك تعمل سيرفيس بريبريشن، تحط الادهيسيف، تركب الكربون فايبر وتستنى لينشف. البري انستوليشن تشيك ليست ما بيمشي حال انك تروح تركب كربون فايبر قبل ما تتاكد من امور مهمه جدا متعلقه بالعنصر الانشائي اللي انت رايح تركب عليه. اول امر مهم جدا هو موضوع الحراره، ولازم تقيس الحرارة بالمكان اللي انت عم تركب فيه، وتشوف ايضا الفروقات الحرارية بين الصبح والمساء، لانه هي بتأثر على موضوع تركيب الكربون فايبر والريزن اللي هو بيدخل بالموضوع للتركيب. طبعا كل ماتيريال مانيفاكتشرر لما بيعطيك الداتا شيت بيقول لك إنه هي فيك تركبها بين درجة حرارة 15 و40 أو 15 و50، ولازم تدير بالك من الفروقات الحرارية بين الصبح والمساء. فلازم دائما ترجع للمانيفاكتشرر لحتى تعرف الماتيريال عم يركبها شو هن الحرارة المثالية المطلوبة. الشغلة الثانية مهمة لازم تبقى عليها هو موضوع الرطوبة. إذا الرطوبة تبع المنشأ عالية، لما تيجي تحط الريزن وتحط كربون فايبر عليه بين الصبح والمساء، الرطوبة رح تطلع من الكونكريت. لما تطلع الرطوبة من الكونكريت، اللي بتعمله انه تطلع بدها تطلع لبرا خارج العنصر الانشائي. خلينا نفترض عندك جدار، لما تطلع بدها برا الجدار رح تلاقي بوشها الريزن والكربون فايبر. شو اللي حتعمله؟ حتسبب ظهور فقاعات خلف الكربون فايبر، وهي الفقاعات تؤدي إلى فصل الكربون فايبر عن العنصر الإنشائي. طبعاً الـ rate of humidity تأخذها من المانيفاكشرر، عادةً بيحطوا limit على rate of humidity إنه إذا كانت أكبر من 400 لا تركب، بدك تستنى لحتى تنزل مستوى الرطوبة وتركب فيها. في مانيفاكشرز بيحطوا limit بدل 400 2.5 أو 3. الشغلة الثانية لازم ننتبه عليها قبل ما نركب كربون فايبر هو موضوع الكونكريت كونديشن. طبعاً نحن عم نحكي على منشآت بيتونية، ما عم نحكي على منشآت من نوع ثاني، لأنه هذا أغلبية التطبيقات تبعه. لما بدك تيجي تركب على كربون تركب على سطح بيتوني، لازم تشوف
نوعية السطح اللي عم تركب عليه ونوعية الكونكريت اللي عم تركب عليه. يعني إذا كان في عندك honeycombs, delamination, تعشيش, أي شيء بيخطر على بالك مشاكل بالبيتون, يجب أنك تصلح المشاكل هي قبل ما تركب الكربون فايبر. إذا البيتون نفسه كان ضعيف وعم تستخدم كربون فايبر عليه, الكود بيقول لك لا تركب كربون فايبر إذا كانت قوة البيتون أقل من 17 ميجا باسكال. والسبب الرئيسي تبعه هاد إنه الكربون فايبر ما بيعطيك إلونجيشن مطلوبة لما يكون البيتون ضعيف, ولما بصير عندك شد على العنصر البيتون نفسه بيفصل. وفي كمان بوند ليميت على البيتون, إنه البيتون تعمل عليه بوند تيست لازم يعطيك أكثر من 1.4 ميجا باسكال. موضوع الكراكس, إذا عندك سطح متشقق من البيتون ما بيمشي حال تمسك الكربون فايبر والريزن وتلزق, لازم تعمل له كراك انجكشن. موضوع الكوروجن موضوع مهم, إذا عندك كونكريت فيه حديد مصدي ما بتحسن تروح تلزق كربون فايبر وتمشي. الكربون فايبر ما راح يحل لك مشكلة الكوروجن وما راح يروح الصدى, ومع الزمن طبقة الكفر تبع الكونكريت راح توقع كلها هي والكربون فايبر تبعها. فأنت ما بيمشي حال تلزق كربون فايبر على منشأ فيه مشاكل قبل ما تصلحها. هاي التشيك ليست لازم تعملها قبل ما تروح تركب الكربون فايبر. إذا تأكدت كل العناصر هاي مغطية بتكمل بعملية تركيب الكربون فايبر تبعك. وهذا مثال فيديو على موضوع الابليكيشن والنقاط اللي حكينا فيها. خليني نشوف إذا في أسئلة. في أسئلة أستاذ عبد الحكيم؟ الله يعطيك العافية. الأسئلة والله على الحرارة, فعم نقول له المحاضرة الثانية إن شاء الله. طيب. شيء بتعلق بالتصميم بس من زملائنا راح نتركه للمحاضرة الثانية. تمام الله يبارك فيك. راح شغل الفيديو ونشوف مراحل تركيب الكربون فايبر. Operation process of reinforced carbon fiber fabric. Remove the coating of concrete surface with grinder, polishing the surface. If there is angular, grinder it into round. Get the concrete surface clean and keep it dry, then setting out. Apply primer adhesive onto the surface of the concrete. Apply putty for repairing and leveling if needed. Cut carbon fiber fabric into sizes as designed. Weight and mixing adhesive according to the ratio. Stirring the adhesive until the color is even, avoid air bubble in this process. Applying impregnation adhesive when primer adhesive is touch dry. Apply the carbon fiber fabric onto the concrete surface as designed. Leveling the surface from one end to another. Apply impregnation carbon fiber adhesive. Make sure the adhesive impregnate fully into the fabric, the surface flat and no air bubble. Repeat above process from cutting carbon fiber if applying two or more layers. Horse Construction, a professional manufacturer of reinforcement material. طبعا الفيديو الاول كان هو الشرح على كيفيه تطبيق الكربون فايبر اذا كنت عم تستخدم الشيتس او الرابس او التيشوز او الفابريك. الموضوع يختلف اذا كنت عم تستخدم الكاربودور او هي البليتس. وهذا فيديو ثاني من سيكا على موضوع استخدام البليتس, ونلاحظ فيه انه الخطوات تقريبا نفسها, ولكن في خطوات اختصرتها هون لما عم تستخدم البليتس.
أول نقطة حكينا فيها أنك أنت لازم تتأكد من سطح البيتوني عم تركب عليه شو وضعه. فبيعمل شيء اسمه pull off test، بنحط مثل دولي وتسحبها وتشوف قديش pull off test طلع معك. إذا طلعت فوق 1.4 ميجا باسكال فيك تكمل. طبعاً في شغلة حكاها الفيديو الأول، أنت ما بيمشي حال تركب كاربون فايبر على سطح مدهون أو عليه أي شيء زيت أو دهان أو أي شيء يمنع وصول الكربون فايبر للكونكريت. لازم الكربون فايبر يطبق على سطح الكونكريت مباشرة من غير ما يكون بيناتهم فاصل. تطبيق الفايبر انفورس بوليمر من الفيديو الاول والثاني متشابهه. تبدا بموضوع السيرفيس بريبريشن. لما تيجي تعمل تستخدم الجرايندر تعمل سيرفيس بريبريشن، لازم تحقق شيء اسمه سي اس بي بروفايل، سي اس بي 3 بروفايل حسب الاي سي ار اي اللي هو انترناشونال كونكريت ريبير انستيتوت. ما بيمشي حال انك انت تخلي السطح املس وطبع عليه كاربون فايبر. لازم تنظف السطح من كل الشوائب وتفتح مسامات بالسطح عن طريق الجرايندر هاد، حتى لما تيجي تطبق الايبوكسي تبع اور ريزن اللي تبع الكاربون فايبر بشكل بيدخل جوا المسامات هي، بيعطيك مثل ميكانيكال بوند بين الكاربون فايبر وبين الكونكريت. CSP 3 بروفايل هن هدول اللي بيشتغلوا بمجال الريبير، يستخدمون هي بشكل كبير. لاحظ هذا البروفايل يعبر عن خشونة السطح اللي عم تتعامل معه. فكل ما بيزيد الرقم كل ما بيكون متطلبات الخشونة أكبر. فبالكاربون فايبر بيلزمك أنت البروفايل اللي هو هاد، وبالريبير إذا عم تعمل جاكيتينج كونكريت جاكيتينج أو فورم أم بامب أو شوت كريت بيزمك بروفايل 6 فما فوق. وهذا شكل البروفايل، شكل سطح الخشن. لاحظ رقم 1 سطح أملس تقريبا، رقم 2 شوي خشن، رقم 3 خشونة أكتر. طبعا راح تسألوا إنه شلون بالعادة بيتأكدوا من الخشونة. هاي البروفايلز
موجودة على chips بيوزعوها الـ ICRI طبعاً ما أنا ببلاش بمصاري بس بتاخد الكوبون أو chip هاي بتحطها على السطح تبع الكونكريت لازم يكون نفس التعريجة ونفس الشكل خشونة السطح بين الكوبون اللي مستخدمه وبين المستخدم طبعاً مشان هيك موضوع الابليكيشن أو الليبر مهم جداً بموضوع الكربون فايبر العمالة الخبيرة بكل سهولة بتعطيك البروفايل هذا العمالة غير الخبيرة يا بتلاقيك بتعطيك بروفايل اللي هو 8 أو 9 لأنه بضل عم يكسر بالجرايندر ويحف أو بيعطيك بروفايل أملس هو 1 الخطوة الثانية كانت هو تطبيق البرايمر البرايمر مثل أساس قبل ما تطبق الريزن الخطوة اللي بعدها انك تعمل surface leveling طبعا هي مهمة جدا خاصة لما عم تستخدم اللامينيتس او البليتس البليت تيجي 10 سنتي ب1.2 ولكن شافة واحدة وبالتالي ما تيجي تركبها مثلها مثل الستيل بليتس اذا السطح متعرج او في فتحات او حفر البليت ما بتلزق مثل العالم وما بتعطيك استقامة صحيحة لحتى تركب بينما الـ FRP sheets أو التشو أو الراب في شوية سماحية لأنه تركبه ما كتير بهم موضوع أنك تسكر السطح ولكن يفضل بكل الأحوال أنك تعمل surface leveling وعادة المادة اللي بيستخدموها هون بسموها البوتي البوتي هي عبارة عن إيبوكسي مسمك بنحط لتسكير الفتحات والحفر. بالطبق الأدهيسيف اللي هو الريزن أو الإيبوكسي حسب المانيفاكتشرر بتقص الكربون فايبر قبل ما تروح تركب الكربون فايبر تعمل له غطفة بالبانيو. نعم الكربون فايبر بنحط بالبانيو ولكن البانيو تبع الكربون فايبر غير البانيو العادي في ماشين اسمه ساتوريتر هاي الساتوريتر يا جماعة مهمة جدا 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 الشركات المحترمة واللي بتخاف على موضوع الكواليتي عنده موضوع الساتوريشن مهم جدا فاللي بصير هون بنحط الرول هون اللي هو رول الكربون فايبر اللي هو هاد على الشكل بنحط الرول الناشف على البكرة هون وبنحط بكرة تانية بتنزل الرول بمغطس هون بالمنطقة هاي من الريزن هذا المغطس بيعمل لك ساتوريشن للكربون فايبر من تحت من سفله بتغطس وبنفس الوقت التكنيشن المختص بالكربون فايبر بيعمل كمان تغطيس للكربون فايبر من فوق شايف عم يكت ريزن من فوق فبتشوف الكربون فايبر غطس بالبانيو تبعه او بالوعاء تبعه من تحت ومن فوق هذا مهم جدا لحتى انت تتاكد انه الكربون فايبر تم عمليه الاشباع والساتوريشن له بعدين بتاخذوا هذا وبتركبه بالموقع طبعا بعد ما يخلص التغطيس هون البكرة هي نفسها بتلف الكربون فايبر وبيطلع عندك رول شبيه من هاد ولكن مشبع بياخده العامل اللي هو لابس الكفوف وبلش تركيبه بالموقع اللي هو هاد النقطة اللي حابب نبه عليها هون لما بتم تركيب الكربون فايبر بالموقع يجب الانتباه إلى موضوع مهم جدا أنه ألياف الكربون مستقيمة من أول إلى آخر ما بيمشي حال يكون ألياف الكربون متعرجة ليف الكربون يا جماعة مثله مثل الحديد العادي إذا كان الحديد مطعوج وله انحناءات ما بيعطيك نفس المقاومة لما يكون الليف لما يكون الحديدة مستقيمة من أول إلى آخر وفي كواليتي كنترول كواليتي أشورنس بنعمل على الكربون فايبر لحتى تتأكد من هالشغلة حسب كود الـ ICRI راح يكون جزء من المحاضرة القادمة. بتطبق الريزن بعد ما تركب الكربون فايبر، كمان بتجيب
بتجيب ريزن وبتطبقه عليه وبتستنى لحد ما ينشف ويخلص، وهذا هو المنتج النهائي. هلا النقطة اللي حابب كمان أنبه عليها هون، إذا كنت عم تتعامل مع أسطح داخلية داخل المبنى، ما في خوف من موضوع الشمس واليو في الألترا فايولت إنه تيجي على المبنى من جوا على الكربون فايبر. إذا كان الكربون فايبر إكسبوز للشمس بشكل مستمر وفي عندك خطر من اليو في، لازم يتم حماية الكربون فايبر بأنواع من الكوتينج مخصصة ل أنك تحمي كربون فايبر من اليو في. طيب الرد، شلون الرد نطبقه؟ موضوع الرد موضوع أسهل شوي من الكربون فايبر أو من التشو. بتعمل جروفز بالسطح، طبعا هذا ديك سلاب، عملوا جروفز فيها. الجروف عادة عرضه وسماكته 1.5 قطر الكربون فايبر، عفوا 1.5 قطر الكربون رود. إذا كربون رود مثلا 12 ميلي اللي هو المتعارف عليه بالسوق، 1.5 بيكون 18 ميلي هو السماكة اللي لازم تحفر فيها هاد الجروف وعرض الجروف. وبالتالي لاحظ الكربون فايبر أحد الميزات تبعه، عشان هيك بيسموها Near Surface Mounted Rebar، إنه أنت فيك تحط الكربون رود تبعك بطبقة التغطية للعنصر الإنشائي، ما في داعي إنك تحفر جوا 3-4 سنتي وتحطه. إذا بدك تعمل أنت، إذا عندك deficiency مثلاً ولازمك حديد reinforcement عادي، بدك تضطر تحفر بقلب العنصر الإنشائي لحد ما توصل 3-4 سنتي تغطية وتحط فيه الحديد تبعك، فأنت ضربت كل الحديد existing موجود. بينما بالكارمون رود ما بالزمك، بتحط ال FRP رود تبعك بالعنصر إن كان أفقي وإن كان شاقولي، طبعاً هذا الجدار عم تركب عليه الرود، وبعدين بتحط تملأ الجروف هذا بالإيبوكسي وبتستنى لحد ما ينشف. لاحظ حطيت الكربون رود تبعك بالسماكة التغطية للعنصر الإنشائي، ما قربت على الحديد العادي الموجود. طيب ليش نحن بنستخدم الرود في حالات وما بنستخدم الرود في حالات تانية؟ الرود يستخدم لما يكون عندك أماكن معرضة لحمولات أو معرضة للسيارات، يعني كراش سيارات لازمك بنيجاتيف بيندينج، منطقة العزم السالب لازمك تدعيم. أنت ما فيك تروح تركب الشيتس والبليتس على السطح العلوي وتتركها مثل ما هي، لازم تعمل لها حماية لأنه السيارات عم تمشي وعم تتحرك، وبالتالي ممكن بشكل كبير أنها تنزع لك الكربون فايبر أو تقطع لك إياه. إلا إذا عملت له حماية، تعمل له حماية معناتها حتحط طبقة تانية مش فوقه، وبالتالي حتسمك منطقة العنصر. فالكربون رودز مفضلة في الأماكن هاي، لأنك أنت عم تحفر وتنزل الكربون رود تبعك، عم يكون موجود بالكفر وبنفس الوقت الإيبوكسي فوقه حامي. هاي من التطبيقات الشهيرة لكربون رود. طبعا الكربون رود إذا لزم الكربون رود بالاتجاهين، بدك تحفر زيادة شوي لتحت، تحط أول واحد بعدين تحط الثاني فوق. طيب السترينغثنينج باستخدام الكربون فايبر أو الـ FRP، أشكال السترينغثنينج اللي ممكن نستخدم فيها كربون فايبر أو الـ FRP إن كان فايبر كلاس أو فايبر أو كربون فايبر، تقريبا كل التطبيقات اللي ممكن تخطر على بالك، ان كان بجسور تعمل سترينغثنينج للبيرز، تعمل سترينغثنينج للجردر جوا المباني، تعمل سترينغثنينج للكولومز، للفتحات، للشير وولز، للدرج، للبلاطات، لفتحه بالجدار. الاشكال الثانيه ممكن نستخدمها اللي هي المنشآت المعدنيه، طبعا تطبيقاته ما كثيره بالمنشآت المعدنيه، نتيجة أنه
الكربون فايبر نفسه كمادة سماكته كلها 1.2 ميلي، فما كتير حتضيف على مقاومة المنشأ المعدني إلا في حالات ما بيكون ديفيشنسي فيه عالية. وهناك نقطة مهمة ثانية كمان بتطبيقات الكربون فايبر مع المنشآت المعدنية، الكربون فايبر مادة ناقلة للكهرباء، ولما يكون عندك سطحين في التلامس حيصير عندك مشاكل، حيصير عندك غالفانيك أنود، وحيصير عندك مشاكل تانية. فعادة اللي بيعملوه بيحطوا طبقة فايبر جلاس بعدين بيحطوا الكربون فايبر. طيب ليش نحن حنستخدم الكربون فايبر بالستركشرال سترينثنينج؟ إذا عندك لود إنكريز ممكن تستخدم كربون فايبر لليمت معين. إذا اللود زادت مثلا على سبيل المثال من 2 كيلو نيوتن على متر مربع ل 3 3.5 4 ممكن الكربون فايبر يكون شغال. إذا زادت أكثر من هيك، إذا اللود زادت أكثر من 100% أو 200% كربون فايبر له نمت ما حيشتغل معك، هنحكي عليها بسبب الكود. ممكن تستخدم الكربون فايبر إذا كان عندك فانكشن تشينج، مبنى كان كراج سيارات وقرروا يعملوا مكاتب أو قرروا يعملوا شغلات تانية، بشرط أن الحمولات ما تكون زادت، يعني ما تكون الحمولة حية 1 حتصير 5. الالتريشنز بالستركشرز لما أنت بتغير أماكن الشغلات، تعمل فتحات جديدة، بتغير الشغلات الإنشائية بالمبنى. الديزاين ايرورز لما يكون المهندس المصمم على سبيل المثال نسي يحط شوية حديد، نحكي شوية ها، ما عم نحكي كتير، لأنه إذا نسي يحط حديد كتير الكربون فايبر ما بيشتغل، ولا تعذب حالك تعمله وحسي عندك مصيبة كبيرة. شوية حديد يعني 15-20% ماكسيموم. إذا نسيان الحديد كله الكربون فايبر لا تحطه أيضا بالمنشأة تبعك. construction error لما يكون في أوقات مشاكل العلاقة بالتنفيذ، ممكن تحط الكربون فايبر. الage structures هي المنشآت القديمة ممكن تركب عليها كربون فايبر بشرط أنه محقق شروط البوند. الدمج ستراكشرز منشآت اللي تعرضت للحريق أو لحمولات طارئة أو غير مصمم عليها، بعد ما تصلحها وتشوف إنه صلحت الكونكريت أو صلحت المنشأ بحق لك تحط كربون فايبر فوق للدعامة. والتطبيق الأخير هو سايزميك أو لاترال أبجريد، لما يكون أنت عندك منشأ مصمم على سايزميك زون معينة، بعدين قررت البلدية إنه تغير بالسايزميك زون تبعها، التعديل هذا ممكن تعمله بالكربون فايبر. لا تستخدم الكربون فايبر بالحالات هاي. طبعا هذا من أهم السلايدات اللي أنا حطيتها لأنه أسأل كتير على موضوعات الفايبر رينفورس بوليمير. يا جماعة هو عبارة عن بوليمير أو كومبوزيت شغال على الشد. فإذا أنت عندك عنصر إنشائي بده حديد ضغط، جدار قص مثلاً، أحد الأوجه تبعه معرض للشد والوجه الآخر معرض للضغط، فيك تركب الكربون فايبر على الطرف على الوجه اللي فيه شد، بس لا تحط الكربون فايبر على وجه اللي فيه ضغط، لأنه الكربون فايبر ما بيشتغل معك بالضغط. فيك تحطه وتركبه إذا بدك إذا كان حمولات متناوبة، ولكن ما فيك تدخله بحساباتك كحديد ضغط. النقطة الثانية اللي أسأل عليها هو موضوع الديفليكشن. إذا عندك مشكلة بالمنشأ ديفليكشن زائد عن حده، هذا يعني واحدة من التنتين، يا أما سماكة العنصر البلاطة مثلا سماكتها كانت 20 وهي لازم تكون 25، يا أما الحمولات تم تطبيقها عليه زيادة عن الحمولات التصميمية. فإذا كان السبب هو الأول، البلاطة لازم تكون 25 سنتي والمصمم عمله 20
وصار في عندك مشكلة سهم بالبلاطة، الكربون فايبر إذا بتحطه 10 طبقات ما راح يوقف لك الديفليكشن وما راح يرجع لك الديفليكشن مثل ما كان، وما راح عم تحل المشكلة. لأنه بكل بساطة لحتى تحل مشكلة الديفليكشن بدك زيد عزم العطالة اللي هو الآي، والكربون فايبر كله على بعضه 120 ملم مربع كمساحة مقطع، ما بيشكل لك شيء إذا بتحطه بمعادلات الآي مقارنة مع الكونكريت ومع الحديد. فلا تستخدم كربون فايبر لحل مشاكل الديفليكشن. مشاكل الفايبريشن إذا السلابة عم تهز، يعني كمان إنه سماكة السلابة غير كافية، عزم عطالة قليل، لا تستخدم كربون فايبر لحل مشاكل الفايبريشن. استخدم عناصر إنشائية، تسميك بلاطة، وضع قواطع تانية، وضع جوائز تانية، وضع دروب بانلز، هدول هن الحلول اللي ممكن تستخدمها. لا تحط كربون فايبر للفايبريشن. بانشينج شير، الكود الأمريكي لا يوجد فيه أي سماحية إنك تستخدم الكربون فايبر لحل مشاكل البانشينج شير. طبعا في تجارب تم على موضوع الكربون فايبر والبانشينج شير، ولكن هذه تجارب بالكود الأمريكي غير معتمدة. إذا عندك مشكلة بانشينج حلها بطرق تانية، حط دروب بانل، حط شير كابس، سمك البلاطة من فوق بسماكة البلاستر أو التغطية كانت 7 سنتي أو 8 سنتي، سمك المقطع، حط فيها أساور قص، ولا تستخدم كربون فايبر بالبانشينج. إذا عندك الستركشر هيفيلي كراكت، مكرك من أوله لآخره، وبدك تركب عليه كربون فايبر، لا تعذب حالك، لأنه الكراكس معناتها السيرفيس خالص، وبدك تعمل كراك انجكشن، وبدك تصلح السيرفيس، وبعدها ممكن تحط الكربون فايبر إذا لازم. إذا عندك عمود يشبه الجدار، يعني عرضه أكبر، طوله أكبر من عرضه باثنين، الكربون فايبر ما رح كتير يساعدك. في تفاصيل يتم دراستها حاليا لإضافة الكود الـ ACR للـ Guidelines اللي هو ACR 440، ولكن حاليا غير موجودة بالكود أو بالـ Guidelines. الكود بيقول لك أنه إذا أنت صار عندك نسبة Rectangularity عالية، الكربون فايبر ما رح يشتغل لك شيء. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا، الكربون فايبر ما بيشتغل معك كبرايمري رينفورسمنت، بيشتغل معك كسكندري رينفورسمنت، وهذا حنحكي عليه لما نحكي عن موضوع التصاميم. أشكال السترينثنينج، ممكن تعمل سترينثنينج للأعمدة، للجدران، للجسور، للبلاطات وللفتحات. تدعيم الجسور على الفليكشر، بتحط الكربون فايبر عادة بأماكن الشد اللي هي العزوم الموجبة، إذا كان سمبلي سبورت تحت، وإذا كان كونتينيوس بيم بتحطها بأماكن التنشن إن كان عند النيجاتيف بندينج أو البوزيتيف بندينج. طبعا في اشتراطات للطول اللازم للكربون فايبر اللي بتحطه، يعني إذا أنت عملت أناليسيس للبيم وطلع معك إنه ناقصك 200 مليمتر مربع مثلا، وبدك تحط كربون فايبر ليغطي لك الديفيشنسي هاي، ما بيمشي حال تحط لي كربون فايبر بالنص بالمكان اللي انت ناقصك فيه 200 مليمتر مربع، لازم تمده حسب اشتراطات الكود. فالكربون فايبر عم يشتغل مثله مثل كأنك اضفت حديد عادي للمقطع الاصلي اللي هو كان فيه شوية اضمان حديد وصار هيك. طبعا الاثنين تصير 4 صعب، 200% زيادة صعب انك تجيبه بالكربون فايبر، بس يعني هذا سكتش او دياجرام بورجيك كيف يشتغل كربون فايبر بشكل مبدئي. الكربون فايبر بالشير او الـ FRP بالشير، الـ ACI 440 الـ Guidelines بيقول لك في كذا شكل ممكن تحط فيه الكربون فايبر او تحط فيه الـ FRP للشير. الشكل الاول انك تحطه بس من الطرفين، الشكل الثاني تعمله متحرف يو حوالين البيم،
والشكل الثالث انك تعمله completely wrapped. طيب بس عندك بلاطة هون، شو بدك تعمل completely wrapped؟ هتستخدم اساليب معينة هنشوفها بعد هذا السلايد. طبعا هذا الشكل الجسر، حاطين كاربون فايبر مثل حرف U، وحاطين كمان تدعيم لانه في مشكلة بالفليكشر، فانت عندك مشكلة شير، مشكلة الفليكشر. لاحظ هون بالصورة هاي اكثر من موضوع. الموضوع الاول الكاربون فايبر لما اجوا بدهم يحطوه، البيم بالمنطقة هاي بيكون زاوية. اذا كان عندك زاوية عم تركب كاربون فايبر، هاي النقطة هاي نقطة ضعف، فالكود بيقول لك انه لازم تعمل مثل لفة او تشامفر فيها قبل ما تركب الكاربون فايبر. النقطة الثانية بهالصورة هاي، حاطين احنا كاربون فايبر بالبوتوم وحاطين فوقه كاربون فايبر تبع الشير، يعني يجوز انك انت تحط طريقين او طريقتين للتدعيم. والصورة هي واضحة لميزة استخدام الكاربون فايبر. تخيلوا انت هذا الجسر مع كل هالتمديدات هي اللي جاي فيه، بدك تدعمه بالحديد او تدعمه بزيادة سماكة المقطع، شو حيصير فيه؟ رح تضطر تفك كل شيء هون، تدعم وترجع تركب مرة ثانية. تطبيق كمان المستخدم الـ FRP فيه هو بالبريدج جيردرز، وهذا مثال عليه. تم تدعيم بريدج جيردر بالكربون فايبر، هذا على الشير طبعا، وفي شوي هون هذا ممكن يكون شغال معك على فليكشر. طيب الـ FRP انكر لي ما هو كثير معروف ولكن يتم استخدامه. طبعا هو حيدخل بالنسخه الجديده من الاي سي اي 440، حاليا قيد التجهيز وقيد المناقشه. عم نجيب تجارب من اكثر من دوله مع اكثر من باحث لحتى نحسن ندخله بالجايد لاينز ويصير معترف فيه. الاف ار بي انكر هو عباره عن كاربون فايبر مثله مثل الراب او التشو، بتعمل له هون مثل الجديله ضفره، وبالطرف هذا هون بتعمله مثل مش. هاي الجديدة القطر تبعها محدد حسب القوة اللي عم تعرض عليها، عادة بيكون حوالي 6 سنتي القسم هذا تبعه، وهي بشكل 140 14 سنتي تقريبا. الشيء اللي بتعمله هون انه انت اذا عندك جسر ومعرض لتورجن لازم يكون عندك التدعيم بشكل سوارة مغلقة، والإغلاق هذا بتحققه عن طريق الشكل هاد. لاحظ هون شو عمل، حط الأنكر هاد، حفر بالسلاب، عمل مثل حرف U أنكر، نزله بالطرف الثاني، بيجيب هذا المش وبينزع عليه الكربون فايبر. لما ينشف صار كأنه الكربون فايبر مغلق حوالين المقطع كامل. في أشكال تانية للأنكرينج اللي هو مثل هاد، هذا ما اضطر هون يعمل أنه يلفه بشكل كامل حوالين الجسر ونزله، اللي عمله هون أنه عمل أنكر بالإيبوكسي جوا البلاطة. تدعيم الأعمدة، الأعمدة لما يتم تدعيمها بالكربون فايبر هي عم تشتغل الـ FRP مثل الأساور اللي مطلوبة للأعمدة، فهي عم تعمل confinement، عم تضب المقطع تبع العمود. فلما بتحط الكربون فايبر بتلفه حوالين العمود، انت عم تعمل confinement للعمود بحيث انه يتحمل قوة اكبر. والتشبيه الأقرب اللي ممكن اشرحكم عليه هو لما انت عم تدعم عمود بمقطع معدني، عمود دائري بمقطع معدني حواليه، بتلبسه قميص معدني من كل الاطراف، والقميص المعدني هذا بتثبته ببعض. لما ينضغط العمود بده يفتح لبرا بالشكل هذا، القميص المعدني هو اللي بيمسكه بيضبه وما بخليه انه ينضغط، وبالتالي انت زدت نظريا حسب الكود او حسب الجايد لاينز اللي هو 440
إذا كان العمود الإف برايم سي تبعه كانت 30 بتحط كاربون فايبر حسب المعادلات بتزد لك الإف برايم سي من 30 ل 35 وهذا هو الشيء اللي عم تعمله أنت ويمكن تستغنى معادلاته. طيب ما أنه حكينا على الكونفايمنت أفضل طريقة للدعم فيها مقطع دائري أو عمود دائري هو أنك تحط كاربون فايبر المنطقة كلها النص ثانية هي بصير confined. إذا المقطع صار مربع عمود مقطع أو مربع وحطيت كاربون فايبر حواليه يجب أن تعمل تشانفر للكورنرز. ما بيمشي حالك وعندك إدج كورنر بالمنطقة هي لازم يكون يعمل لها تشانفر هون وبتلف الكاربون فايبر حواليه. لاحظ هون المنطقة اللي صار فيها confinement مو كل المقطع مثله مثل الدائري. المناطق البيض هي ما فيها confinement. لما العمود بصير أعرض بصير مثل شبيه الجدار confinement area بتقل. لاحظ مساحة البيضة عم تكبر وبالتالي مشان هيك الكاربون فايبر كل ما زاد rectangularity تبع العمود كل ما خف دوره بالتدعيم. وهي أشكال استخدام الكاربون فايبر إن كان حوالين العمود اللي هو هذا الشكل يعطيه confinement أو هذا الشكل هو عطيه confinement على الدائر وحاطط له كمان كاربون فايبر ستريبس باتجاه الثاني. طبعاً مثل ما حكينا اتجاه الألياف الكاربون يجب أن تكون متعامد يجب أن تكون موازية للشد. فما بتحط ألياف كربون باتجاه هاد بتكون اتجاه الفايبرز كلها باتجاه الارتفاع العمود. لما تحطه بالاتجاه هاد اتجاه الفايبرز يكون بحوالين موازي للمحيط العمود وهذا يجب انتباه عليه أثناء التركيب. وهذا مثال على تطبيق FRP على عمود. وهذا مثال تاني لاحظ هون أنا حطيت الصورة هي لسبب أساسي. بعد ما تركب الكربون فايبر لازم تعرف إذا بده يتطبق دهان أو كوتينج عليه قبل ما تركب الكربون فايبر لأنه في أنواع كوتينج أو دهان غير مطابقة وغير متوافقة not compatible مع الريزن أو سطح الكربون فايبر. فإذا المالك بده يعمل تدعيم وناوي بعد ما يدعم أنه يدهن لسبب أو لآخر طبعاً عندنا بأمريكا هذا موضوع شائع لسبب بسيط أنه الناس ما بتحب تشوف شيء أسود أغلبية الكربون فايبر لونه أسود وإذا بتحط لهم شيء أسود بالكراج بيخافوا. فالشائع هون أنه يتم تطبيق دهان عليه والدهان يجب أن يكون متوافق مع الريزن. يعني إذا كان الريزن غير متطابق مع الدهان قد ما حطيت أساس وحاولت الدهن ما راح يلزم. فهذا الشيء لازم يجب التنسيق مع المانيفاكشرة للكربون فايبر. إذا عندنا جدار أو عمود وبدنا نعمل إرساء لقطعة الكربون فايبر الشاقولية اللي شفناها اعتبرها مثل الحديد. انت ما بيمشي تحط حديد بجدار او بعمود من برا من غير ما تعمل له ارساء بالعنصر الانشائي وتعمل development links. يتم تأمين الارساء هذا عن طريق الـ FRP anchor. بتحط الانكر هون لو هي شافة هي بتطلع المش وبتلزق المش على الـ vertical FRP. هيك هون عملت إرساء للـ Vertical FRP. إذا عندك عمود يتطلب أنه يكون الـ FRP مستمر نتيجة أن عندك عزم بالمنطقة هي وبدك تعمل استمرارية تستخدم هذا الشكل اللي هو عبارة عن جدلة واحدة بالنص واثنين مش من الأطراف بالأنكر. تحط الجدة هي بالنص والمش اللي هو هاد بيكون هون والمش تاني بيكون تحت وبتلزقوا على الشريحة الفوقانية وعلى الشريحة التحتانية. طبعا هي معمول عليها تجارب وإلى طريقة حسابات حسب
عرض شريحة الكربون فايبر الشاقولية وحسب القوة اللي جاية عليه. استعمال كربون فايبر بالجدران هذا أحد الأمثلة على تطبيق جدار فيه مشكلة بالشير. لاحظ هون إذا مبين عندك الخطوط تبع الألياف الكربون باتجاه هذا اللي هو اتجاه القص، عم نطبق كربون فايبر باتجاه القص. طبعا هون في شغلة مهمة وحكيت عليها قبل، إذا كان الجدار في منطقة عالية الرطوبة بعد ما تخلص تركيب الكربون فايبر رح تطلع الرطوبة من العنصر الإنشائي لبرا ويصير عندك هون air bubbles وراء الكربون فايبر، حتأدي إلى فصل الكربون فايبر، حتدخل بمشاكل، حتضطر إنك تقص بمكان الفراغات الهوائية طلعت وراء وتلزق شرائح كربون فايبر لتحل القصة هاي، يعني قصة حتكون طويلة. عشان هيك الشيك ليست لازم تأكد عليها قبل ما تركب. طريقة تانية تدعيم الجدران، هون عندنا مشكلة بالأفقي وبالشاقولي، مو بس بالقص، عندك قص وعزم. المشهور عندنا بأمريكا هون والدكتور إليا حنين أكيد شايفة شوفها هي، جدران الأقبية للمنازل بيكون هي عادة من البلوك. أغلب الحالات لما يصير فيها مشاكل يتم تدعيمها عن طريق استخدام الكربون فايبر حتى تمسك الجدار ويوقف ظهور التشققات فيه. مثال ثاني على الكربون فايبر بالشيلز بالقشريات، على مشروع معمول غالبا بفرنسا من شركة فريزني، داعمين فيه 13 pre-stress concrete shell باستخدام الكربون فايبر، هي ألياف الكربون الداعمين فيها. طيب حكينا على الأعمدة وحكينا على الجوائز، لازم نفرق بنقطة مهمة بين الاثنين. في شيء اسمه bond critical application وفي شيء اسمه contact critical. البوند كريتيكال مثل الفليكشر والشير والتنشن والتورجن. البوند مهم جدا بين الكربون فايبر وبين العنصر عم تركب عليه. الكونتاكت كريتيكال مثل الأعمدة، البوند ما كتير مهم ولكن الكونتاكت هو المهم. يعني العمود إذا بتلفه بالكربون فايبر وبتحقق التشامفر على الحواف، مو كتير مهم موضوع البوند مع الكربون فايبر للعمود للكونكريت، بينما هو مهم جدا بالأبليكيشن الثانية. الفيلير مود تبع كربون فايبر، في أكثر من شكل ممكن يصير فيه فيلير مود لعنصر مدعم بالFRP. الفيلير مود الأول إنه الFRP نفسه يطق، يصير فيه رابشر بالمنطقة هاي. الشكل الثاني إنه الFRP لساته موجود ولكن الكونكريت نفسه ما عاد يتحمل الضغط فصار فيه كراشينج. الشكل الثالث هو شير فيلير، بهالطريقة هي يطلع عندك كراكس إذا كان الشير كبير. الشكل الرابع انه صي عندك كراكس بالمنطقه هي، وهي الكراكس تؤدي انه طبقه الكفر تبع الكونكريت يصير فيها سيبريشن وتنزل. فهون الاف ار بي نزل هو والكونكريت اللي منزل عليه. الشكل اللي بعده انه الاف ار بي نفسه صار في ديبوندنج بينه وبين الكونكريت، وهذا الشكل بصير اذا كان الكونكريت ضعيف او الريزه ما مطبق صح، بصير فصل بين الـ FRP وبين الكونكريت هون. الشكل اللي بعده هو عبارة عن كراكس صايرة نتيجة الفليكشر، وهي هتعملك دي بوندينج كمان هون للـ FRP منطقة هاي. والشكل اللي بعده إذا عندك هاي شير هون، حصير عندك كراكس الهاي شير هذا هيعملك دي بوندينج منطقة الشير. هاي الـ FRP failure modes. طبعاً هي مهمة لحتى تعرف مو دائما زيادة الـ FRP. مثلا هون بهالحالة هي حطيت FRP كتير بالمقطع لدرجة انه الكونكريت نفسه صار فيه كراشينج. ولاحظ انت الفيلير مودز كلها مفاجئة، يعني هذا الربشر فجأة بيطق بيروح الـ FRP فيه. والحالة دي وإيه حالة مهمة موجودة بالكود أو بالجايد لاينز.
طبعا ACR 140 هو guidelines وليس كود حتى أكون دقيق لأنه بعرف أنه معنا دكاترة هون. ال guidelines يختلف عن الكود. الكود في أفعال مثل must وال guidelines في أفعال مثل shall أو preferred أو اللغة هي. فبيختلف الفعل المستخدم لأنه guidelines غير ملزم بينما الكود هو ملزم. هاي نقطة بس بعرف معنا دكاترة هون ما بدي يكون عم بعطي معلومات غلط. الحالة D و E هون مهمة للكربون فايبر لأنه إذا أنت عم تركب كربون فايبر منطقة شير عالي ما بيخليك الكود بس تلزق كربون فايبر وتتركه. بيلزمك هون بالمنطقة هاي بالتحديد أنك تحط كربون فايبر عمود عليه لحتى يمسكه حيث أنه ما يصير عندك الإند بينينج هذا اللي شايفه هون. هنحكي عليه هذا الموضوع الديتينينج بعدين. طيب شو هن الكود والستاندرز اللي متعارف عليها بالسوق؟ الكود الحالي الجايدلاين الحالي هو المشهور بأمريكا هو الـ ACR 140 اللي هو construction of externally bonded FRP system. ببريطانيا كانوا مستخدمين هذا الديزاين جايدلاينز اللي هو من كونكريت سوسايتي والتكنيكال ريبورت 55 ولحد هلا مستخدم عدلوا عليه طلع نسخه جديده تكنيكال ريبورت 55 مستخدم كيورو كود. بكندا بيستخدموا هذا اللي هو ال CSA ستاندرد اللي هو الستاندرد الكندي للفايبر رينفورسد بوليمر. طيب قبل ما نعمل الديزاين في لازم شغلات نتاكد منها ونعمل سايد انفستيجيشن قبل ما نقرر انه الكربون فايبر ممكن يشتغل. طبعا هي مقدمه للمحاضره الجايه همشي عليها بشكل سريع. لازم نشوف الجيومتري للانيمنتس نشوف اللود الديفيشنسي لوكيشن السيرفيسز على الام بي بي مثل ما حكينا نشوف التمبرتشر والهوميديتي نشوف الليفل والتايب اوف ديتوريشن بيصير بالمنشأ نشوف الماتيريال اللي هي الكونكريت شو وضعه البوند سترينث تبعه والكوانتيتي واللوكيشن تبع الحديد. يعني لما نيجي نركب كربون فايبر على الكونكريت لازم يكون عندنا معلومات كامله على سماكه المقطع الحديد الموجود فيه مقاومة البيتون. إذا ما أنا موجودة لازم نعمل فحوصات لازمة حتى نطلع المعلومات فيه. الـ FRP will not stop or correct corrosion. والـ FRP ما رح يلزق على corrosive concrete. لازم تصلح لما تطبق الـ FRP. الـ steps لديزاين الـ FRP إن هدول أنا شايف إنه جاوزنا الوقت فما رح احكي عليهم هلا هاجلها للمحاضره القادمه. الناحيه المهمه اللي لازم نطلع منها اليوم اذا ما طلعتوا باي شيء ثاني غير هي هو هذا النقطه حسب الديزاين جايد لاينز لل ACR 140. يا جماعه قبل ما نقرر انه نستخدم الكربون فايبر يجب ان نشيك على المعادله هي. المعادلة هي مهمة جدا بتقلك إذا صار في مشكلة للكربون فايبر اللي هو يعتبر external reinforcement حدا قطعه حدا ضربه حدا خربه ما بنحكي على حريق ها عم نحكي على دمج. إذا صار في مشكلة للكربون فايبر يجب إنه يكون المنشأ أو العنصر الإنشائي المتبقي قادر إنه يشيل 1.1 من الحمولات الميتة و 0.75 من الحمولات الحية. ما يصير عندك فيلير. يعني مو انه شلت شريحة الكربون فايبر اللي ركبتها وقع المنشأ. وهذا لازم نشيك عليه دائما وابدا قبل ما نعمل اي تصميم للكربون فايبر. اذا تشيك معك انه العنصر الحالي من غير كربون فايبر بيشيل 1.1 من الحمولات الميتة الجديدة و 0.75 من الحمولات الحية الجديدة فيك تكمل بتطبيق الكربون فايبر. إذا هي مو محققة
لا تفكر بالكربون فايبر ابدا، وهو حل غير عملي، يروح لحلول ثانيه. الريفرنسز اللي استخدمتها، الكتاب الاول هو كتاب دكتور عراقي اسمه حيدر رشيد الوهاد، من افضل الكتب بالكربون فايبر. الكتاب الثاني هو اتوقع الدكتور صيني، هو تشانغ، في معلومات جيده وقيمه. اللي حابب يشتغل بالكربون فايبر مع الميتاليك ستراكشرز، هذا هو الكتاب، كمان لمؤلف صيني، وهذا مهم لحابب يطبق الكربون فايبر مع الميتاليك ستراكشرز. طبعا قبل ما نشتغل اي شيء بالكربون فايبر وبالتدعيم، يجب ان نمشي على الكود اللي هو كود الـ ACI 562، لاحظ كلمة كود، كود ستاندرد. عفوا لتبع التصميم، لأن الأسئلة كتيرة وفي زملاء رافعين إيديهم. أنا خلصت يعني تجاوزت الساعة ونص مع الأسف يعني. ماشي. وبعرفك أنك أنت وقتك ضيق يعني، أنا ما دقائق دخلت خلص. تفضل. إذا سمحت معلش. أنا شايف في 32 كثير لك. الله يعطيك العافية حقيقة، والزملاء يتشكروا. لكن الحمد لله رب العالمين، اللقاءات كلها مفيدة، ومثل ما تفضل مهندسة الأستاذ رزق والأستاذ ماهر الخولي، أن الملاحظات اللي انعطت الحقيقة لا يمكن تلاقيها حتى عن شركات الكربون فايبر ويعطوها. الله يبارك فيك. برجع بتشكرك، وبدي أخذ كيم سؤال على السريع من الزملاء. طبعا في أسئلة جاوبت عليها أو كانت في الملاحظات. في الأستاذ حنا فودي بيقول لك، هل يمكن استخدام اللياسي أو البلاستر لحماية الكربون فايبر؟ نعم يمكن، إذا عم يحكي على حماية. حماية. ما. طيب. متى يعني نستخدم اللفائف ومتى نستخدم الستريب كربون فايبر؟ طيب حكيت الموضوع الستريب اللي هو العشرة سنتي بتيجي، هي بنستخدمها عادة لما يكون عندك مساحات ضيقة للاستخدام. يعني إذا عندك جسر عرضه كله مثلاً 15 سنتي، الستريب عرضه 10 سنتي بتعطيك فعالية أكثر من أنك تحط عليها الشيت. إذا عندك فتحة بدك تدعم حوالين الفتحة بالدائر، العشرة سنتي هي بتاخد مساحة صغيرة وبتعطيك مثل تدعيم للفتحة حسب الكود. فهذا هو استخدام الشيت، عفواً اللامينات. الشيتس مستخدمة بشكل كبير بتدعيم الأعمدة كلف وبتدعيم على القص. تضررت الأبنية بسبب الزلازل، هل يمكن استخدام الكربون فايبر للتدعيم؟ نعم يمكن، بعد أن يتم إصلاح الضرر. نعم، سواء تشققات أو في تكسرات أو هتك بالخرساني. تمام. نعم. ديمومة الرايزن أو المادة اللاصقة البوند اللي مستخدمه للكربون فايبر. سؤال جميل. الكربون فايبر والرايزن هو عبارة عن مادة طلعت بالتسعينات بالعناصر، باستخدام العناصر الإنشائية، وبالتالي أقدم فحص ممكن تشوفه على الدورابيليتي أو الديمومة تبعه عمره 20 أو 25 سنة. في فحوصات تم عملها على المادة هي بسموها رابيد تيستينج، واثبتت انه في مواد معينه شغاله مع 15 و20 و30 سنه. طبعا هذا يتبع للحمايه، يعني اذا انت حامي الكربون فايبر منيح، ما معرضه للشمس وما معرضه للحراره والرطوبه والاسيد وهالشغلات، هي شغاله معك. اذا معرضه لعوامل ثانيه لا، بنصف عمره. عمود تعرض للتحنيب، هل يمكن تدعيمه بالكربون فايبر؟ سؤال من مهندس زميلنا ماهر الخولي. عمود تعرض للتحنيب معناته عندك مشكله اصلا بمقطع العمود نفسه. يعني عطاله العمود غير محققه، بدك تكبر المقطع قولا واحدا. ما بصير نحط له كربون فايبر لانه حنب ومشي حاله. طيب قلت له بصير. السبب طيب. انت هلا انت حنب ومشي حاله، اعطيت مثال على استخدام بفرنسا ان المقطع عباره عن كيرف ومستخدمينه. اذا انت زودت الطاقه يعني مثلا اذا حنب، طيب ليش لما دعمه؟
طيب كلامك صحيح، بس في نقطة مهمة هون، حسي عندك شيء اسمه P delta effect. التحنيب راح يزيد. تمام. حسب العزم الإضافي. التحنيب راح يزيد وراح يوصل لمرحلة هيطق. أنا أجبته. إحنا بنحسب العزوم الإضافية كم مقداره ومنشوف يا أما منقول أوكي يا أما منقول لا. طيب ما هو رأيك؟ هذا حسب معرفتي على متى ما بدك سيدي. لا بدنا عم نستفيد منك أنت اللي هو المعلم ما أقوله. الله يبارك فيك. أنا ما أفضل حل الكربون فايبر إذا في عندك مشكلة أصلا بسماكة المقطع نفسه. تمام. لأسباب كثيرة، من ضمنها أنه ما بتضمن أصلا أنه كربون فايبر حيشتغل صح، لأنه أنت دخلت هنا ببيهيفير ما هو موجود بالكود أصلا. نحن قلنا الكونفاين مع الكربون فايبر ما كتير مهم بالأعمدة. الكونت البوند ما هو مهم لأنه هو بيشتغل على الكونتاكت. نعم. بالتالي إذا كان جزء محنب وعملت له كونفاين هل بمنعه من التحنيب؟ والله صراحة بدي أعطي كمان لزملائنا، بس رجاء ما نطول بالنقاش لأني أنا بعرف المهندس أنس حقيقة مشغول لأني عنده شغلة طول إيش بدنا نعرف الدكتور محمد. مشكلة الشغلة لحد هلا ساكتين الأولاد فأمور طيبة. تمام. ولو كشفنا السر هو بيبي ستر اليوم معلش. طيب ماشي فضحنا. طيب الدكتور محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء نشكركم ونشكر المهندس أنس على المحاضرة الأكثر من ممتازة ورائعة، والحقيقة يعني تعلمنا الكثير وكأننا نتتلمذ لأول مرة على هذا الموضوع. يعني اختصرت لنا مجموعة من الكتب بمحاضرة مدتها ساعة ونص، فهذا شيء جميل وجميل جدا. جزاك الله خيرا على هذا العلم. استاذنا انت دكتور محمد، الله يبارك فيك يا مهندس. شغلة تانية، انا بصراحة بس حبيت يعني على موضوع الديورابيليتي، من فترة بسيطة سويت تقرير اسسمنت لمدينة افلام، فطبعا فكان من الشغلات الليميتيشن انه هل احنا مثلا دكتور محمد ما بدنا نطول. ها لا ما بطول، لا والله، بس يعني هي النقطة راح استفيد منك. الله يبارك فيك. تسلم المستمعين، لأنه شايف عدد كبير ما شاء الله. إنه ما هي مدة الديورابيليتي اللي راح أعطيها أنا بعد ما أصلح، سواء بالكربون ولا بالحديد ولا بأي شيء. فطبعا بحثت كثير فوجدت مقال طبعا موجود عندي، ممكن أزودكم فيه. وطبعا ساو درس إحصائية على العشرات والمئات من المنشآت، من جسور، من أبنية، من جميعها، فوجدوا أن نسبة 20% لا يمكن أن تدوم أكثر من 5%. إذن مواد الإصلاح اللي بتستخدم لا يمكن تدوم أكثر من 5% يعني 5 سنين 20% أكثر من 5 سنين، و60% يمكن على ما أذكر حتى 10 سنين. صار عندنا كم؟ صار عندنا 80%، و20% ممكن توصل ل 25 سنة. هاي نقطة. النقطة الثانية كنت بدي أذكرها بالنسبة لاستخدام التدعيم بالكربون رودز قضبان، اللي وجدته أنا وشاهدته بأم عيني مثلاً إنه الكفر كونكريت قلما إنه محقق في العناصر الإنشائية لا الفيرتيكال ولا الهوريزنتال. يعني مثلا انه والله 50 ميلي ولا 40 ميلي ولا 75 ميلي انه محققة، هذا ضرب من الخيال يعني. فأنا كيف بدي أحط القضبان حتى لو لاير وحدة بكفر لا يتجاوز 2 سنتيمتر، وأحيانا ممكن يكون على السطح، وكيف بدي أحط القضبان إذا كانت طبقتين؟ طبعا ما راح أطول كثير، لكن هالنقطتين هذول حبيت أثيرهم أمام المهندس أنس، هو خبير بالموضوع هذا، وأرجو يعني يجيب عليهم. شكرا، يعطيكم العافية. بارك الله فيك دكتور، شكرا لك. طيب لو حضرت التصميم نرجع نجاوب شيء كمان دكتور. طيب الموضوع أول شيء موضوع الدورابيليتي،
الوحيد اللي ممكن يوقع لك على ورقة بالدورابيليتي هو المانيفاكتشرر، وإنك تروح على المانيفاكتشرر ويقول لك إنه هاي المادة بتستحمل 20 سنة صعب جدا ومستحيل. راح يحط لك قائمة من الشروط ومن الكونديشنز لحتى يقول لك إنه والله هاي بتكمل 20 سنة. فإذا المانيفاكتشرر ما عطيك الوارنتي ما فيك تحكي شيء بموضوع 10 أو 15 أو 20. بس هي بشكل يعني هو بيحط شروط بيحط شروط تعجيزية، لازم هيك ولازم هيك ولازم هيك ولازم هيك. تماما. الموضوع الثاني موضوع الكفر. هلا الكربون رود يكفي 18 ميلي كفر، يكفي. هلا اذا ما متوفره ال 18 ميلي هي مشكله، ما فيك تركب الكربون رود، بصير افضل لك هون بقى تروح على حل ثاني اللي هو انك تكبر المقطع او تعمل شيء ثاني. نعم. ونقطه اخيره بس على السريع، أنا لاحظت بعض المكاتب اللي بيسموها الثيرد بارتي إنه استخدموا الألياف الكربونية بتدعيم أعمدة مستطيلة قولاً واحداً، فأنا كنت سمعان إنه ما بيصير بالمستطيلة، فاليوم صار عندي يقين. فكيف هذا الجرة وساواها تدعيم لبرج مثلاً من 40-50 طابق؟ طيب الـ ACI اللي هو 440 اللي هو هذا نشوفه، يمكن نوضع التوتو وربي الجايد الاي سي اي جايد، هاد حاطط لك عباره صريحه انه حاليا ما في تجارب كافيه تعطيك الفعاليه للتدعيم اذا كان العمود عرضه طوله الى عرضه اكثر من 2. اذا حسن المهندس المصمم او اللي عم يركب كاربون فايبر للاعمده انه يورجي للمالك او الاستشاري تجارب معموله على عناصر الريكتانجولوتي تبعت اكثر من 2 وانه شغاله واقتنع منها الاستشاري او المالك، ممكن يعمل هيك. تمام. هلا هذا لا يعني انه ما في تجارب انعملت، في تجارب انعملت وفي شركات اشتغلت على الموضوع هذا وعملوا تفاصيل مختصه لكيف انك تعمل الكربون فايبر للاعمده اللي هي العريضه او ركنيه عاليه. واحده من الاساليب انك العمود هذا اذا كان مثلا خلينا نحكي ان عمود مترين بمتر، الركتانجلتي تبعه عاليه، اللي عم يعملوه انه يقسموا العمود عن طريقه معينه، ممكن نحط ديتيل بالمحاضره الجايه، يقسموه يعملوه بدل مترين بمتر يعملوه بمتر بمتر ويحطه. بارك الله فيك. ياخذ المهندس بشار. استاذ بشار تفضل. مين المهندس بشار اسد؟ الو، حياك. السلام عليكم. وعليك السلام. اهلين استاذ بشار. يا هلا مهندس انس. بصراحه يعني محاضره اكثر من رائعه، وتعتبر يعني علم في الوطن العربي بمجال الريبير والسترينثنينج. نعم. فبتشكرك كثير على المحاضره. بما انه محاضره اليوم الله يسلمك، بما انه محاضره اليوم مختصه يعني ما حندخل في التصميم، فبالنسبه للكربون رود بالمخططات احيانا بيكون عندي انا عدد كبير بالكربون رود، بس بالموقع بيضطر ما في بيكون في مكان ليحطوا الكربون رود، فبيعملوا بندلز. فهل البندلز مقبول بالكربون رود؟ سؤال جميل. يعني بوسع الحفره وبحط اثنين مع بعض. هلا ممكن تعملها، بس بدك تصير شيك على شغله شبيهه بموضوع الريبار انكر اللي هو الكون فيلير. نعم. هلا تفصيله الكود حاليا لا، بقول لك نرجع لك على الاشتراطات تبع الكود، لازم يكون في مينيمم ديستانس بين الكامبر رود والثاني. فبشكل نظري هو عم يشتغل شغله ما انا موجوده بالكود وما سامع فيها. طول بالك شوي، هذا هو. فشايف المينيمم ديستانس لازم يكون بين الرود والرود اكبر من 3A اللي هو القطر الحفره، ك جايد لاينز موجوده. هلا
قد يكون في حدا عامل تجارب وحاطهم بندل، انا ما بعرف عنه شيء صراحه. نعم. طيب في سؤال ثاني استاذ انس، بالنسبه لحكينا بالشير وول انه ممكن نستخدمه نحن فقط للتنشن. نعم. يعني إذا نعمل strengthening للشير وول بالتنشن. نعم. فإذا نحن حطينا الكربون فايبر بالطرفين وبالنسبة لاتجاه الويند أو بالنسبة لاتجاه الزلازل، فأول طرف حيشتغل على الشد، الثاني طرف حيشتغل على الضغط على الكومبريشن. تمام. هل إذا خضع الكربون فايبر للكومبريشن بتأثر بصير فيه ضرر؟ سؤال جميل. نظريا لا ما بصير فيه ضرر، ولكن الكود منعك إنك تحط الكربون فايبر اللي حاطه بمنطقة الضغط، منعك تدخله بالحسابات تبع حديد الضغط. هلا إذا حاطت كربون شيت شوي هذا فليكسبل بموضوع إذا تعرض لضغط. الكربون رود ممكن يطق حسب قديش مقدار الضغط اللي عم تحكي عليه. شكرا جزيلا. في آخر سؤال لو بس سمحت لي، بالنسبة بما أنه اليوم عم نحكي نحن على الانستوليشن، فشو هي التستات اللي بنعملها للكربون فايبر بعد ما يتركب عشان بس نتأكد من انه سلامته، انه هي تركبت بشكل صحيح؟ تمام. الجواب هذا حيكون بالمحاضرة الثانية ان شاء الله، حنحكي على الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس والتستنج اللي بتنعمل. بس حتى جاوبك بشكل مختصر، اهم تست بنعمل هو انا برأي ما تجاوبه، لاني بدي اسألوا اسئلة زملاء تتعلق بالتصميم وحتجاوبن. بول اوف تيست هي متعلقه، اي استاذ عبد الحكيم، هي متعلقه في التنفيذ، العدم المساواه استاذ الشار، هي متعلقه في التنفيذ، يعني انسوليشن. طيب التنفيذ، طيب. اهم فحص بنعمل هو البول اوف تيست، اللي هو بنحط مثل الدولي وبشوف قديش قوه الشد. تمام. شكرا جزيلا استاذ انس، شكرا جزيلا استاذ عبد الحكيم. مع السلامه استاذ بشار. حياك الله. دكتور عبد الوهاب تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله مهندس انس، انا مهندس عبد الحكيم. بارك الله. طبعا كنت اسال بس اسئله خاصه بالديورابيلتي، خلاص خلصت. انا بس في سؤال محدد عندنا في مصر في مشروعات مترو الانفاق، بنستخدم الجي اف ار بي ريبارز باخطار لارج دايمترز هاي 40 ملم 50 ملم، بنستخدمها في التي بي ام اوت وان اللي هي بنسميها سوفت اي، اللي هي بنستخدمها كانها تمبرري استراكشر، ان المكنه بتاعه التانل بورنج ماشين تقطع الجدران بتاعه الدفرام. فكان احد الطبيعي بنسميها بنصممها كانها تمبرري ستراكشرال ايلمنت، فكنا بناخد سترينث ماتيريال عاليه على اعتبار انها تمبرري وبتعمل سادن لودنج وبتقعد فتره قصيره. لما جينا في احد المرات هنعمل خط احتمال ان هو يتفتح بعد 20 سنه، وحصل ان الشركه المورده اللي هي سبلاير كان اسمها اعتقد ديكسترا، عملت ريدكشن للسترينث الالابول على اعتبار سميتها ان ده لونج تيرم بروبرتيز. فعايز بس حضرتك تقول لي لما اجي بعمل ماتيريال كاركترايزيشن، لو انا عندي الماتيريال داتا شيت اللي حضرتك وريتها لنا بتاعه مش الماتيريال لوحدها، الكومبوزيت لما يكون مش دراي، لما يكون في الريزن، الكومبوزيت ده ليه ديزاين سترينث، هل ده ديزاين سترينث لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ يعني لو بستخدم منشا تمبرري هقعد فتره قصيره، هل ممكن ازود القيمه ولا القيمه دي اساسا لونج ولا شورت تيرم اللي موجوده في الديزاين سترينث بتاع المانيفاكتشرر تكنيكال داتا شيت؟ وبرده حاجه ثانيه عايز اعرف، لو في فاير اكسبوجر للفاير، الديتيريوريشن في الكاركترايزيشن بتاع السترينث اخدها ازاي؟ يعني الشيت اللي قدامي دوت بيقول رقم معين، حضرتك قلت تقريبا 800 ميجا باسكال السترينث بتاع الماتيريال، لو انا عندي درجه حراره عاليه شويه في الاكسبوجر بتاعه الاستراكشر، هل بخفضها شويه؟ السؤال الاخير اللي هو ليه علاقه بالسايكليك لودنج، هل هو مفيش نسبه منه في الكونتريبيوشن بتاعتها لو في سايكليك لودنج؟ هل ما بيحصلش من الجي اف ار بي فايبرز اي ريشيو منها تشتغل تكونتريبيوت معايا في السكشن كاباسيتي، ولا توتال اجنورد طالما هي مش كلها تنسايل؟ اذا راحت تنشن كومبريشن، هل مفيش ريشيو ولو بسيطه تكونتريبيوت معايا في الكاباسيتي ولا لا؟ دول ثلاث اسئله اتمنى حضرتك توضحهم لي الرد بتاعهم. طيب تكرم معانا دكتور، ربنا يخليك. السؤال الاول والثالث
سوف يتم الإجابة عليه في المحاضرة القادمة. تمام. ضمن الديزاين باراميترز للكربون فايبر في عوامل متعلقة باللونج تيرم والشورت تيرم، وفي عوامل متعلقة بالإكسبوجر، وفي عوامل متعلقة بالسايكليك لودينج. تمام. فهدول كلهم موجودين بالمحاضرة القادمة إن شاء الله، ما حكي على الديزاين. فالكود أخذ العوامل هي كلها بعين الاعتبار. السؤال الثاني، إذا صار في حريق عندك، طبعاً هلا مهندس عبد الحكيم حالي لا تحكي على الحريق، ما خليني أحكي بس دقيقتين على الحريق. إذا صار في حريق عندك، إذا صار في حريق عندك وتعرض الكربون فايبر للحريق، عياره 20 دقيقة ونص ساعة بيطلع خالص وانتهى الموضوع، طلع أوف، لا عد له contribution ولا عد دخل معك بالمقاومة ولا شيء. مشان هيك الكود حط لود كومبينيشن ثاني غير اللي انا ذكرتها، وحكي عليها ان شاء الله بالمحاضره القادمه على موضوع انه المنشا نفسه اثناء الحريق لازم يكون عنده كاباسيتي انه يشيل الحمولات السيرفيس، واحد ديد وواحد لايف. واحد وواحد، ولا زي ما حكيت قلت 1.1 ديد و 0.75 لايف. 1.1 و 0.75 هو لحتى تاخذ بعين الاعتبار الدمج للكربون فايبر لاسباب غير الحريق. مثل الفانداليزم. هذا هو الديفينيشن تبعه. اللود كومبينيشن الثاني اللي ما ذكرته اليوم راح احكيها ان شاء الله الاسبوع القادم، او مو الاسبوع القادم، بعد 3 اسابيع، صح؟ 3 اسابيع ان شاء الله. حتحكي على موضوع الفاير والفاير اكسبوجر. طيب السؤال الاخير، الاناليسز، هل لابد ان انا اعمل بلاستيك اناليسز اللي هو كانه اللي هو نون لينير عشان الاسترين اللي يحصل؟ يعني هي نفس الثيري بتاعت الستيل بليتس لما بعمل بيها، ان في جزء الاول هيحصل ان هو الكونكريت سكشن هو اللي يشيل لغايه سترين معينه وبعد كده يحصل كونتريبيوشن من الفايبر، ولا اوتوماتيكلي الفايبر مع الكونكريت اصبح كومبوزد از وان كومبوننت، يعني اشتغل على طول بحيث ان انا ممكن السمبليفايد اناليتيكال ميثودز تبقى تو بي ابلايد ابروبريتلي، ولا ان انا لازم يبقى في سام شورت اوف برامج زي السوفيستيك بتعمل سيجن كونستراكشن او نون لينير ان هي تشغل الجزء الاول الكونكريت هيكونتريبيوت لوحده لغايه لما يحصل اولموست ريليتيف لارج سترين فابتدي يحصل كونتريبيوشن من الفايبر؟ طبعا دخلنا بالتصميم. هذا كمان بتكلم على الثيوري بس مش على الرقم. كثيوري كمان الثيوري هي الدكتور حجاوبك عليها المحاضره الثانيه. معلش دكتور عبد الوهاب، الله يبارك فيك. شكرا فضلك، شكرا. اهلا وسهلا دكتور، حياك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في استاذ محمد خليل، تفضل. بالترتيب ماخذين الاسماء مع الزملاء، الله يبارك فيكم. السلام عليكم استاذنا، الله يعطيكم العافيه الاستاذ عبد الحكيم والاستاذ انس. تسلم. محاضره كثير حلوه بصراحه. انا عندي سؤال صغير والله عن ماشي للاستاذ انس. استاذ، بحاله ديفليكشن بسبب نقص بارتفاع جائز او بلاطه، مثل ما فهمت انه ما فينا نستخدم الكربون فايبر، صحيح؟ انه انت قلت انه غير ريكومندد. طيب في حال انا عندي ديفليكشن وازلت الديفليكشن مؤقتا باستخدام طرق ميكانيكيه، فرضا رافعه هيدروليكيه، او حطيت تيمبرور سبورتس، اوكي، بعدين حطينا الكربون فايبر، هل هي طريقة مجدية يا ترى؟ موجودة بالواقع العمل شيء هاي الطريقة؟ طيب شو سبب الديفليكشن الأول؟ نقص بسماكة البلاطة فرضا. طيب بس نقص سماكة البلاطة تحمل عليها حمولات معينة، خلينا نحكي على 5 ميجا باسكال فرضا مثلا، حمولات حية. إذا هترجع تطبق الخمسة مرة تانية هيرجع الديفليكشن مرة تانية حتى لو حطيت كربون فايبر. أنا كنت متخيل إنه في حال أزلنا الديفليكشن مؤقتا وحطينا الكربون فايبر بعدين رجعنا طبقنا الحمولات، فهون راح يكون في مثل البري ستريسنج إفكت اللي هو راح يمنع الديفليكشن، فما بعرف، يمكن أنا هيك متخيل، يعني التخيل جاست. تخيلك صحيح، لأنه في كربون فايبر معين اسمه بري ستريس كربون فايبر. وليس الكربون فايبر اللي مستخدم حاليا اللي كان. نعم، في نوع معين من الكربون فايبر مو تبع محاضرة اليوم.
تماما تماما. مشكور كثير استاذنا، الله يعطيكم العافيه يا رب. الله يعافيك، حياك الله. الاستاذ اشرف زايد تفضل. السلام عليكم. السلام الله يعطيكم العافيه جميعا، جهودكم مشكوره. الله يبارك. مهندس انس، يعني قبل قليل شفتك مش محبذ انه نقوي الاعمده في حال صار لها تنحيب، لكن اذا كنا لساتنا في مرحله الديزاين ونتيجه انه جانا هيك راي من الكلاينت انه حاب يرفع الطابق لمتر او مترين والاعمده صارت مصممه خالصه، خاصه انه صعب نيجي نكبر الثيكنسز او الابعاد فيها، هل يجوز انه نصمم من هذا العمود مع اخذ العين الاعتبار الكربون فايبر؟ يعني ما صار فيه لا ديفليكتد شيب ولساته ما تنفذ، لكن خلص مش عارفين بصير تعمل بصير. حتى استاذي، حتى لو كان بالوضع العادي قبل ما اعمل له كربون فايبر كان معطيني فيل، انت عارف احيانا 5 كيلو نيوتن مومنت على ويك اكسس بتاثر تاثير مهول احيانا، ففي الحاله هاي ممكن جدا وارد ان نستخدم كربون فايبر وما في اي مشكله فيها. ممكن، بس بدك تحسبها مشان هيك رجعت موضوع هذا التصميم، بس ممكن. بس انا لاني هيك خفت شوي من الفكره اولها، بس كنت حابة اطمن في هؤلاء. بس بتحضر محاضره بعد 3 اسابيع ان شاء الله بنجاوبك. النية واردة ان شاء الله، النية واردة اكيد. تشرفنا يعني احنا وكان جدا شاكر لطفك. السلام عليكم، شكرا جزيلا. السلام عليكم. استاذ عيسى عزيز تفضل. الو، تفضل استاذ عيسى. ألو، مساء الخير عليكم. مساء الخير عليك. طبعا المحاضرة الجميلة دي. بالنسبة للكونتينيوس بيم، هل ينفع أعمل كربون فايبر من فوق خصوصا العمود مكمل؟ ينفع إذا بتستخدم ال FRP anchors اللي وجدته بينفع. ما فيش طريقة غير كده؟ الكربون رود، إذا ممكن تحفر جروف بداخل العمود تعمله كونتينيوس من طرف اليمين لليسار كمان ينفع. تمام، شكرا. بدك طريقة ثالثة؟ اذكرها خلص طالما صارت اذكرها. طيب، الطريقة الثالثة انه الكربون رود هذا يكون عنده ديفلوبمنت لينث تكفي بالايبوكسي انك تحطه من طرفين من غير ما يكون موصول. ممتاز. حتى لو كان طيب. الاستاذ علي الحجة تفضل. استاذ علي، الله يعطيك العافية. نقطة صغيرة بس، طالما انه تكلمنا عن الأعمدة وانا لهذه الحلقة، انا هي عبارة عن مداخلة وليس هذا. اخواننا جميعا، بس مشان موضوع التدعيم للأعمدة، لنعلم انه التدعيم للأعمدة لن يرفع مقاومة العمود اكثر من مرة ونص مهما سوينا، يعني مشان ننتبه لهذا الموضوع. حتى لو استخدمنا الفايبر، حتى استخدمنا الكومباين، حتى لو استخدمنا اي شيء بالنسبة لحمل العمود، هي أول نقطة. النقطة الحقة في القطاع، مهما عمل سواء كان كومباين أو كان كونكريت، لن تستطيع أن تشيل العمود، لأنه مثل ما حكى أخونا أنس وزير خير، عزم العطارة صغير، عزم العطارة لا يمكن أن يتكبر بالفايبر كاربون. ممكن يصير تحط له أريشن سمكات سواء كان كونكريت أو ستيل، وبعد منه تعمل عليه معالجات سواء بشوت كونكريت أو أذر سان، بعدين ممكن تستخدم الفايبر كاربون مع حد ما يقدر يشتغل بشكل صح. يعني هذه الامور المفروض انه الانسان نحن نعيها كمهندسين بالنسبه للموضوع. انا من خلال تجاربي بالتدعيم هذه النتيجه اللي توصلت لها، ولا يمكن ان الانسان دغري مباشره انه والله انا عندي عمود فايلر اجي اكبره او اكبر اخفف من عزم اكبر اخفف من عامل النحافه تبعه بحيث أنه هو بالفايبر كاربون. يجب أن يكون هناك تكبير المقطع. شكراً لكم. حياك الله أستاذ علي، شكراً. مثل ما حكى الأستاذ علي، الحقيقة ما بعرف أستاذ أنس، هو التدعيم الأعمدي بالكربون فايبر كفاءته ضعيفة. يعني أنت 10 أو 15% من طاقة العمود ممكن تحتاج ل 13 أو 15 طبقة كربون فايبر لتعوضها. شو رأيك؟ الموضوع يتبع لشكل القطاع العمود. إذا القطاع دائري ممكن تحصل لحوالي 30-40% تقريبا زيادة بالقوة التحمل. طبعا بشكل بسيط، الكربون فايبر لما بتحطه ككونفايمنت حسب الـ ACI 440، يعني عم يعملوا انه عم يشلك، عم يرفع لك الـ F' C من 30 إلى 35.
إذا الخمسة ميجا باسكال هي شغالة معك وبتخلي العنصر شغال، كربون فايبر شغال، إذا الخمسة ميجا باسكال ما بتعمل لك شيء لا تعذب حالك. شكرا لك، شكرا. من أنا أجلك دكتور إيليا الأخير. أستاذ عدنان تفضل. السلام عليكم. يعطيك العافية أستاذ أسامة، يبارك فيك يا رب. شكرا للمحاضرة القيمة، يعني موضوع كتير شيق، ويعني فعلا دائما السؤال والتساؤل عن هاي المادة. طبعا بنشكر الأستاذ عبد الحكيم اللي أتاح لنا هاي المحاضرة ويعني تنظيمها. هلأ اللي أنا شفته ضمن المحاضرة عم تتعامل مع مادة البيتون المسلح فقط، أو يعني نوهت على موضوع الحديد أو العناصر الفولاذية. اللي أنا بدي أسأل فيه هو موضوع الحجر والمباني الأثرية أو التاريخية، ونحن بنعرف أنه هاي المادة الحجر والماسونري والمواد هي أصلاً معقدة، فهاي المادة اللي لنقول متطورة جداً جداً لدرجة تطور عالي جداً، وبدك تستخدمها بمادة لنقول قديمة جداً جداً، هاي اللي شوي كأنه معقدة، يعني كأنه المادة معقدة ونيجي نعقدها بمواد حديثة جداً. شلون هيك فكرة تبعها؟ بس ما بدي أنا من ناحية التصميمية، ولكن الفكرة بشكل بسيط. هو الأستاذ أنس علي شغال ترى بتدعيم الأبنية الأثرية على فكرة، ها؟ لذلك جواب شافي بتاخذ إن شاء الله أستاذ علي. طيب، الكاربون فايبر لأخذ العلم بس، تم استخدامه في أقدم مبنى أثري موجود حالياً في روما، اللي هو الأتريوم هذا تبعهم، شو بسموه هذا اللي كانوا يعملوا فيه حلبات للصراع والما بعرف شو، مبنى مشهور جدا بروما. تم استخدام الكربون فايبر بتدعيمه على على الأحجار اللي هنيك، ولسه لحد هلا ما وقعت. فتم استخدام الكربون فايبر على الأحجار وعلى الميسونري والاي سي اي 440. في جايد لاين خصوصي للميسونري والبلوك لاستخدامه مع الكربون فايبر. طبعا الجايد لاين مستخدمينه للمتعارف عليه للكونكريت هو 440-2-17. في جايد لاين ثاني 440 مو 2 له رقم يمكن 7، هو الخاص بالميسونري. فصح الماده معقده، ولكن طول ما انت عم تحقق شروط البوند، البوند هو اهم شيء بهيك ابلكيشنز. طول ما انت عم تعمل بوند صح، عم تعمل شير انترفيس صح بين الكربون فايبر وبين الستون والميسونري، موضوعك شغال. اسلام عليك دكتور ايليا. اخر سؤال وجواب، الاسئله مفتوحه عندك، تفضل دكتور ايليا. طبعا نشكر الدكتور ايليا، ما شاء الله دائما شارك معنا محاضراته القيمه، يعني حبيت اعمل ختامها مسك مع الدكتور ايليا. بارك الله فيكم، يعطيك العافية بشمهندس أنس بشمهندس عبد الحكيم. الله يبارك فيك. يعني حضرتك حضرتني للآخر عشان أخلص بسرعة. يا والله بس مشان أفتح لك المجال. ربنا يكرمك، الله يخليك. أنا بس بدي أضيف معلومة وبعد كده عندي شوية استفسار بشمهندس أنس. بالنسبة للسادة المهندسين يتكلموا على التحنيب والديفليكشن والمومنت والشير، زي ما تفضل البشمهندس أنس وذكر عندنا في التصميم لازم نفرق ما بين الألتيميت ليميت ستيت والسيرفيس ليميت ستيت. السيرفيس ليميت ستيت دايما كل المعادلات اللي فيها بنستخدم فيها آي اللي هو الانير مومنت اوف انيرشيا. التحنيب فيه فانكشن أساسي في البسط الاي آي، فإذا لو كانت الآي صغيرة مهما حطينا كربون فايبر is not going to be effective. بالضبط زي الديفليكشن، وبالتالي أي حاجة serviceability الكربون فايبر ولا الجلاس فايبر ولا أي حاجة strengthening مش هيعمل فيها حاجة خالص، وبالتالي هو استخدامه فقط في حالة الشير وحالة المومنت. الاستفسارات يا بشمهندس أنس، هل كل شركة بتدي specification لنوع الريزاين اللي بيستخدموه،
ولا ده بيبقى سبيسيفاي من الديزاينر؟ صحيح، كل مانيفاكتشر بيعطيك سبيسيفيكيشن للريزن وللكربون فايبر، ولا يجوز الخلط بين كربون فايبر من شركه مع ريزن من شركه ثانيه. ممتاز. الحاجه الثانيه حضرتك، هل دلوقتي في مثلا معادله او في شروط للماكسيمم كفر؟ زي مثلا هل انا لو استخدمت الراب شيت على كفر 2 انش هيبقى افكتيف زي استخدمته على كفر 5 انش او استخدمته على كفر 1 انش؟ سؤال جميل. نظريا الـ ACI 440 في equations بياخذ بعين الاعتبار موضوع الدي اللي هو الافكتيف ديبث، فبدك تحسب الافكتيف ديبث وتشوف الايكويشنز هل هي شغاله معك لما لا، لانه اذا الكفر عالي الرينفورسمنت حيكون الدي تبع قليل مختلف عن الدي تبع الكربون فايبر. بس الجايد لاين داز نوت ليميت الماكسيمم او مينيمم كفر. زاد هو سؤالك بشكل مباشر. تمام. لاني كنت بير ريفيو لبيبر منشوره تبع البي سي اي، وحصل ديبوندنج. اكشوالي الديبوندنج اللي حصل للكربون فايبر شيتس عباره عن كراك اوف ذا كفر، الكفر نفسه كراك وحصل ديبوندنج مع الـ فهل عشان كده سؤالي، هل سمك الكفر بيأثر ولا لا؟ بيأثر سمك الكفر، بيأثر. صحيح كلامك. بس الكود الـ ACI 440 ما ذكرش أي حاجة عن موضوع الكفر ليميت، يعني ميوتد تقريبا، تركها للليسنس بروفيشنال انجينير. تمام. الحاجة اللي بعد كده حضرتك، هل بيحصل ريلاكسيشن بعد ما حطينا الراب شيت ولزقناهم؟ هل بيحصل، هل في مثلا في الانستاليشن بروسيس هل في شروط محدده ان الشيتس بتبقى مشدوده بشكل محدد او بقوه معينه عشان ما يحصلش فيها ريلاكسيشن؟ في لا، هيحصل كريب اكيد بالكربون فايبر. الشيتس لما بتنفذها، نعم في شروط حسب الـ ICRI لموضوع الاستقامة، أنه لازم يكون كل فايبر ستريت من أوله لآخره. هل لازم يكون فيها شد؟ لا. أنت شفت الابليكيشن بالفيديو اللي حطيته من سيكا أو هورس اللي هو الشركة الصينية، بهمك بشكل أساسي أنك تغطي كل البابلز، تعمل ريزن امبريجنيشن حتى تعمل الستريتنس، بس ما في شد ابدا على كربون فايبر. طب لو في الحاله دي، لو حصل مثلا في الانستاليشن حصل ان الفايبرز اتعرجت شويه، عارف حضرتك لما تحط ورقه كده والورقه مبلوله على الاخر ممكن تلاقيها اتعرجت شويه. نعم. اصلا الوايرز او الفايبرز مش ستريت، حصل. نعم. كده كان منحنى راسي وليست افقي، يعني هي سريت أفقياً ولكن رأسياً أصبحت كده عبارة عن منحنى كيرف، في المقرس كيرف صغير شوية. ففي الحالة دي لما يحصل تنشن فبيحصل ريلاكسيشن فهل ده هيأثر في الإفكت بتاع الديزاين؟ بيأثر بالديزاين، والآي سي آر آي بيقول لك لازم تروح تقص المنطقة هي وتعملها ديفلوبمنت مع الطرفين وترجع تعملها مرة تانية. تمام. آخر سؤال. طبعاً في طبعا حاجه الهيومن ايرور والحاجات دي كلها، how confident the engineer should be in order to design something like that. يعني انا راح اصمم حاجه زي كده، ازاي هقول مثلا الحاجه دي هتفضل 20 25 30 سنه؟ لان الماده حضرتك بتتعامل مع مادتين نون هوموجينيوس، العامل البشري بيأثر تأثير كبير، السطح نفسه في عليه تراب مع لهوش تراب، خشن مش خشن، الديزاين نفسه فاليد مش فاليد، حصل له مش عارف مشاكل من التخزين، وكل هذه العوامل
بترجع كلها تصب زي ما حضرتك عارف الاي او ار هنا في امريكا الختم بتاعه رقبته. فازاي ازاي اخد هذا العوامل كلها دي معي في الاعتبار في التصميم؟ سؤال ده ممكن حتى تؤجل هذا السؤال للمره الجايه مفيش مشكله. انا هجاوبك هلا بشكل سريع الدكتور. اللي انا بعمله صراحه الجايد لاينز اللي موجوده بالاي سي ار 440 الخاصه بالكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بحطها جزء من من السبميتال تبع الديزاين دروينجز. انا حاليا كاتبهم كلهم من 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 رقم 1 لرقم 20. كل الكواليتي كنترول بروسيجر والكواليتي اشورنس بروسيجر المطلوبه مكتوبه بالديزاين دروينجز كجنرال نوت للاف ار بي. هل اخر حاجه معلش، هل زي مثلا حضرتك عارف الانترناشونال بيلدينج كود اي بي سي في شابتر اساسي اللي هو الانسبكشن دلوقتي واصبح في امريكا دلوقتي حاجه مهمه جدا الانسبكشن بتاع الستيل والانسبكشن بتاع الولد والانسبكشن بتاع البولتس والماسونري والكونكريت والريبارز، يعني اصبح دلوقتي كل واحد يروح يعمل انسبكشن محتاج حد متخصص انسبكشن. هل في الجايد اس اي 440 هل حطوا رولز للانسبكشن والسيرتيفايد للبيرسونال اللي هو هيعمل انسوليشن وحاجه زي كده؟ حطوا رولز الاي سي ار اي هن اللي طالبين السيرتيفايد اف ار بي ابليكيتور، فموجوده موضوع السيرتيفيكيشن للاف ار بي. الاي او ار من حقه انه يطلب سيرتيفايد FRP applicator حسب الـ ICRI certification، في certification خاصة. بارك الله فيكم. يعني أنا معظم الأسئلة دي اللي سألتها عشان خاطر السادة المهندسين في الوطن العربي وخصوصا مصر. الابليكيشن سهل، وإحنا بنقول سترينسينج زي ما حضرتك قلت المس بتاعت إن الكربون فايبر أضعاف الستيل وهكذا، ولكن الابليكيشن والديزاين سهل جدا، لكن الابليكيشن بقى في الفيلد هو بقى الصعوبة هنا تكمن في كده. فإن لم تكن كمهندس واقع 100% أو عارف 100% إن الحاجة اللي أنت تصممها تتنفذ بنسبة 100% زي ما ذكر البشمهندس اللي بيجيله اللوحات البارز بعاد عن بعض isolated وبعد كده عملوا لهم bundle together and bundle together that means that all the code أو كل الأكواد بتقول لك لما تبندل the bar together الفورس بتقل لان الديفلوب لين زي ما حضرتك ذكرت بتقل، وبالتالي ما بتقدرش تصممها على اساس ان هم ايزوليتد يعني. فكل الحاجات دي كلها يعني الناس اللي شغاله في الريبير اتمنى ان يفكر فيها قبل ما ياخد الخطوه دي، وخصوصا في الشرق الاوسط عندنا لان الحداد بيشتغل حداد وشغال لحام وشغال بتاع محاره وكل حاجه. بارك الله فيكم. تسلم دكتور. والدكتور لذلك تركناك للأخير مشان تسأل، أنا عارفان للفائدة وللزملاء. شكرا كثير. في أسئلة كمان أنا جاهز على فكرة يعني ما حد إذا الأمور عندك شغالة أنا جاهز لنعطي لأي زميل، أنا ما عندي مشكلة. طيب زملائنا نعطي فرصة كمان طالما لسه الأمور شغالة عند مهندس أنس. خلينا نأجلها بقالي ل ولو ساعة هي للقاء القادم أحسن. معلش يعني صار ساعتين ونص تقريبا. الله يعطيك العافية بشرة كثير أخي أنس، عازبينك معنا دائما وبلقاء اليوم. نشكر كل الزملاء والدكاترة اللي كانوا معنا اليوم أيضا، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بلقاء مع الدكتور محمد حسين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم.